مرحبا مجددا مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم وهذه التغطية الخاصة على شاشة نهار اليوم لفعاليات هذه الزيارة للرئيس الصيني لمصر، أول زيارة لرئيس صيني بعد 12 عاما. نتحدث عن الاحتفال ب60 عاما على العلاقات الثنائية ما بين البلدين. نتحدث أيضا عن إطلاق فعاليات العام الثقافي المصري الصيني في إطار هذه الاحتفالات. وربما بما أننا كنا نتحدث خلال الزاوية الماضية عن الارتباط ما بين الاقتصاد والسياسة والثقافة، فمن المهم أن نذكر هنا أن الصين قامت بدعوة مصر لتكون ضيف شرف قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالصين في شهر سبتمبر القادم. نتحدث أيضا عن زيارة الرئيس الصيني المتوقعة للأقصر وموافقة الصين على إقامة أول دار للأوبرا بمدينة الأقصر. نتحدث عن علاقات شديدة الأهمية على كافة الأصعدة، ولكن ما زال هناك الكثير لنقرأ ما بين سطور أولا هذه الزيارة، ثانيا آفاق هذه العلاقات. وبالتالي يشرفني أن يكون ضيوفي في الاستوديو الأستاذ عماد الأزرق الكاتب الصحفي بوكالة الأنباء الصينية، مشرفنا أستاذ عماد، وأستاذ ضياء حلمي الأمين العام وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية الصينية، مشرفنا. أهلا بحضرتك. ربما وصلا بس بما كنا نتحدث عنه في الاقتصاد، أبدأ بحضرتك. نتحدث عن عدد ليس بالقليل من الاتفاقيات متوقع أن يتم التوقيع عليها. نتحدث عن علاقات ارتقت للشراكة الاستراتيجية. أولا، أول ما يلفت نظرك في هذه الزيارة، هل هو فقط الاقتصاد أم الاقتصاد والسياسة معا أم شيء ثالث؟ لا، هو الحقيقة الاقتصاد والسياسة طبعا يلفتوا نظري جدا ويلفتوا نظر كل المحللين. هم وجهين لعملة واحدة، ولا يمكن أبدا التفريق بين الاقتصاد والسياسة. وفي خصوصية علاقتنا بالصين بالذات، لا، السياسة حاضرة والاقتصاد حاضر، والملفات اللي على مائدة الرئيسين هي ملفات سياسية بالدرجة الأولى في المواقف الملتهبة في سوريا وليبيا واليمن. وفي اتفاقيات سوف يتم التوقيع عليها بمجموع ما يقرب من 8 مليار دولار في أثناء الزيارة. والعلاقة بين مصر والصين لم تأخذ الشكل الذي نأمله بعد، وهنا لابد ان احنا نقول ان عندنا على الحكومة المصرية دور مهم في المرحلة الحاضرة وفي المستقبل القريب وليس البعيد لضبط هذه العلاقة بما تستحق من صداقة طويلة، من تأييد صيني لكل المواقف المصرية في المحافل الدولية، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا. حضرتك بتقصد بهذا انه اولا الميزان التجاري كفته راجحة بصفة كبيرة جدا باتجاه الصين، ولا انه حجم العلاقات التجارية لا يرقى يعني هذه العلاقات الثنائية، ولا الايه بالظبط؟ ولا الاثنين؟ الحقيقة الاثنين. يعني اذا نظرنا الى الميزان التجاري فهنجد انه احنا بنستورد من الصين بما يقرب من 10 مليار الى 10 مليار دولار ونص في السنة، وبنصدر في حدود من 500 مليون دولار ل 700 مليون دولار في السنة. الحقيقة دي الأرقام المعلنة، لأنه أنا أعتقد أن هناك اقتصاد موازي بالنسبة للاستيراد بالذات مش واضح، التصدير لا واضح، الأرقام واضحة ومؤكدة لأنها محدودة جدا، محدودة، ولأن الدولة الأخرى تضبط السوق، إنما احنا لا نضبط السوق بشكل محكم، وبالتالي عندنا تهريبات. فعشرة مليار دولار لا هي تناسب أو تتناسب مع العلاقة الوطيدة المصرية الصينية، مع الصداقة الموجودة، ولا هي تتناسب مع حجم الدولتين. يعني احنا سوق مهم جدا 90 مليون، ونؤثر فيما يقترب من مليار باتفاقيات بتاعتنا الكوميسا واتفاقيات الاتحاد الاوروبي، ومع ذلك احنا بنتعامل في ارقام هزيلة. الحاجة التانية استثمارات الصين، ودي اهم من الميزان التجاري. استثمارات الصين الخارجية احنا لا نقترب من 1% منها في مصر، يعني غياب شديد، يعني حصرت في حدود 600 مليون دولار، ويمكن بعضها في السياحة كمان. طيب انا استاذن حضرتك، احنا يمكن عندنا دايما الحديث في الاقتصاد كلما تحدث بالارقام كان اقرب للمتلقي وتصبح الصوره اكثر وضوحا، وهتوقف عند نقطتين كمان عايز اتكلم مع حضرتك فيهم، بس هتنقل لاستاذ عماد. يعني ثلاثه لقاءات
بتمام لقاء اليوم بين الرئيسين المصري والصيني. الأول يعني اللقاء الأول كان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللقاء الثاني كان المشاركة في احتفالات الصين، والحقيقة كان في مشاركة عسكرية كمان مصرية فيها فكانت لافتة، ثم هذا اللقاء. ما بين سنتين تقريبا بنتكلم، ده يدي رسائل ايه؟ أولا هذا يؤكد على أهمية العلاقة ما بين البلدين وعلى الأهمية اللي بيوليها البلدين للعلاقة بينهما، وعلى رغبتهم في تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات سياسيا واقتصاديا وعسكريا. يعني في الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، وقع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، ورفع مستوى العلاقة من العلاقة الاستراتيجية إلى العلاقة الاستراتيجية الشاملة، ولتصبح مصر ثالث دولة عربية توقع هذا الاتفاق مع الصين بعد الجزائر والسعودية. نعم. وبالتالي فهذا يؤكد الأهمية التي يوليها خاصة الجانب الصيني لمصر في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. الصين تعول على مصر كثيرا فيما يتعلق بدورها السياسي المحوري في المنطقة العربية وفي القارة الأفريقية. الصين لديها طموحات أن يكون هناك تعاون إيجابي ومثمر مع مصر في المجالات الاقتصادية، سواء داخل مصر أو حتى استغلال موقع مصر إفريقيا وعربيا. الصين لديها رغبة في أن يتحول هذا اللقاء من مجرد هذا التعاون من مجرد تعاون هامشي لا يرقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين، إلى نقلة نوعية كبيرة تحقق طموحات البلدين. والصين لديها العديد من المبادرات التي طرحتها، يمكن من خلالها أن تستفيد مصر كثيرا من هذه المبادرات إذا كانت لدى مصر الإرادة والرغبة لتحقيق ذلك، وأن تتخلى عن الأسلوب المتبع طيلة السنوات الماضية من أن يعني الصينيين يقولون أن المصريين يجدون الخطوة الأولى ثم يتوقفون. هناك نوقع الاتفاقية ثم لا نتابع ما ثم لا نتابع ده. ونضع العراقيل والعقبات أمامها فيظل الموقف محلك سير. الصينيون لديهم الرغبة في أن يستمر التعاون وتستمر العلاقات، وأن يتم الاستفادة من العلاقات المتبادلة ما بين البلدين. لذلك الصين تلقي بالسكر كبير على يعني العلاقة مع مصر، ولديها أمل بعد تغير القيادة السياسية، واستشفت من خلال الاتصال مع الرئيس السيسي واللقاءات التي تمت ما بين الرئيس السيسي والرئيس شي جين بينغ، يعني أن هناك إرادة ورغبة مصرية يمكن يعني أن تستمر في تدعيم التعاون بين مصر والصين لتحقيق الاستفادة بينهم، خاصة أن الصين تتبع مبدئين أساسيين في سياستها الخارجية، وهي مبدأ المصير المشترك ومبدأ دبلوماسية التنمية. وبالتالي فهي في إطار هذين المبدئين يمكن أن تستفيد منها مصر بشكل كبير. يمكن أن نتحدث عن ذلك تفصيلا. يعني بالحديث عن الاستفادة، حتى يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين كان مهتما بزيارة مدينة تشانغدو، أكبر المدن الصناعية في الصين، وفي هذا يعني رسائل أيضا يجب التقاطها ويجب البناء عليها. أنا بس باخذ من الكلمة اللي حضرتك بتقولها. بالحديث عن الأرقام، والحقيقة أنا توقفت عند نقطتين حضرتك قلتهم، مسألة ضبط الأمور فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد، حتى كنت بتتحدث عن أنه الجانب الآخر وهو الجانب الصيني يضبط هذه الأمور. كان عندنا قرار صدر مؤخرا فيما يتعلق بالتدقيق لبلد المنشأ، وأثار جدل الحقيقة في مصر ما بين من يتحدث عن أنه هذا مرتبط خطأ بسلع استفزازية، وبين من يؤكد أنه ده يضبط هذه الأمور زي ما حضرتك بتتحدث. بس أرجع ربطا بكلام أستاذ عماد، إلى أي مدى هذا قرار سيبنى عليه، خاصة ونحن نتحدث عن الصين مصنع العالم؟ يعني إحنا كمية الاستيراد من الصين تحديدا لو بنتكلم على مصر، ما بين الاستيراد الشرعي إذا جاز التعبير ومن الأبواب الخلفية كبير جدا. مسألة ضبط الأمور بعد هذا القرار، وبالتأكيد نتحدث عن قرارات أخرى، إلى أي مدى هو قابل للبناء عليه؟ هو حضرتك إحنا عندنا مشكلة في مصر، ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا أولا، إن إحنا لدينا قوانين كافية جدا لضبط أشياء كثيرة في الاقتصاد وفي كل مناحي الحياة. يعني مشكلتنا دايما في تفعيل القانون. فاتفاقيات، أنا لقيت عندي 3 صفحات اتفاقيات مع الصين بدءا من سنة 83، اتفاقيات كتيرة جدا، لكن هل
فعلت؟ لا، زي ما قال الاستاذ عماد الخطوه الاولى، باننا نقوم بالخطوه الاولى ثم نتوقف بامانه. وده قاله لي الوزير المفاوض التجاري في مصر الصيني هان بينج، وقاله لي السفير الصيني في القاهره سونج ايقوا. كان لديهم بعض الحاجات اللي عايزين يقولوها، انه احنا جادين ان احنا نتعاون مع مصر، احنا راغبين جدا. ليه بقى؟ الحقيقه لانه الناس فاهمه خطا ان العلاقات الصداقه معناها هتساعدني وانا قاعد ساكت، او هتساعدني وخلاص باتجاه واحد. الدول تتعامل براجماتيا، يعني هو له مصالح ايضا، لان هو حتى لما بيطلع مساعدات او منح بيسال عنها داخل بلده وامام ويجب ان يبررها، وان انت ساعدت مصر ليه وساعدت هنا ليه. هو الصين ترى في مصر ان احنا بوابه لافريقيا، ان احنا الرائده في المنطقه العربيه والشرق الاوسط، وسنظل بإذن الله، سواء رفض البعض أو أبى أو بيحاول يغير خريطة تاريخية أعتقد أنها مستحيلة طبعا. الأمر الواقع يفرض نفسه أن مصر دولة كبيرة ومحورية وقوية وتؤثر في الشرق الأوسط كله وأفريقيا تأثيرا كبيرا. هي دي جزء من النقطة لنا. النقطة الثانية هي فكرة الموقع الجغرافي الذي يعني لم نبذل فيه أي مجهود، ولكنه بوابة لكل دول العالم. عندما نتحدث عن إفريقيا، عندما نتحدث عن الوطن العربي، بوابة هب يعني زي ما بيتقال ويبنى عليه كمان يا فندم. يعني الموقع الجغرافي، طيب الصين ابتدت وده لافت للنظر من 60 سنة علاقات مع مصر. ولو نذكر البدلة الشعبية اللي كان بيلبسها تشاين لاي، واللي كان بيلبسها ماو تسي تونغ الزعيم ماو، والناس دي بنت بلدها في 60 سنة. ماذا فعلنا في 60 سنة؟ شوف الصين راحت فين. على فكرة الصين كانت دولة فقيرة، وكان تعداد السكان عليها عبء، ما كانش ميزة. حولته. لو سمح لي حضرتك أضيف، الصين حتى صناعيا بدأت بفكرة التقليد، وربما سرقت تكنولوجيا الاخرين، اصبحت الان تبتكر تكنولوجيا تنقل عن. بس هي الحقيقه لم تسرق بامانه، هي يعني تعبير سرقت يمكن قاسي عليها شويه. تقتبس. على فكره زي المسرح المصري مثلا، بدا بمسرحيات مترجمه ثم اعتمدنا على نفسنا، هو وضع طبيعي. بتكلم على الطفره، يعني الطفره، ودي الطفره اليابانيه. انت عارفه حضرتك اليابان خرجت مضروبه بقنبلتين ذريتين وبقت اليابان، وبرده مش من زمن ده، في الحرب العالميه الثانيه، يعني منتصف القرن العشرين. بس اليابان كمان اكتر، لانها بدات برضو يعني كان في الستينات يا دي عربيه ياباني، النهارده بقت ايه. هو الفكره هي كده، مصر لازم، الصين نموذج عندنا يمكن ان يحتذى. عنده مشاكل شبيهه بينا طلع منها، احنا بنقول 90 مليون ده عبء شديد، حولها لثروه بشريه. طيب ليه محولها لعبء بشري؟ حولها لطاقه انتاجيه، دي ميزه ان عندك سوق 90 مليون، ان المصري يتدرب بسهوله. لكن عنده عيب شديد يجب ان نصارح نفسنا، قيمه العمل عنده ضعيفه. احصائيات بتقول انه بيشتغل في اليوم 28 دقيقه، لو زادت ويعني تفائلنا هنقول ساعه في اليوم، دي كارثة. تم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على اتساع على أن يتقبلوا الناس، يعني تختلف على أن يتقبلوا الناس. بس ما هو في بعض الأوقات أستاذ ضياء، يعني خلاص بنحط إطار قانوني والناس تخش جوه السيستم. بالظبط. يعني مع الدولة ما ينفعش حضرتك، يعني أنا آسف، يعني قد يكون رأي شخصي، لكن ما فيش حاجة اسمها كل خطوة للدولة أو كل قانون هنزل أعمل استفتاء ويرضي الناس. ده أنهي دولة دي؟ في أنهي جمهورية؟ الدولة لها الحق الحصري السيادي في وضع القوانين التي تضبط الأمن القومي وتضبط الاقتصاد وتضبط السياسة، وعلى المواطنين اللي انتخبوا الناس بديمقراطية إن هم يسيبوهم يشتغلوا، إنما إحنا هنا ما بنسيبش حد يشتغل. طيب أنا هستاذن حضرتك، بما إنك ذكرت سفير الصين في القاهرة، وأنا دايما حريصة إنه المتابع يبقى معنا بلغة الأرقام المرة أخرى بتكون أوضح، كان بيتحدث عن حجم الاستثمارات الصينية في مصر بيقدرها بحوالي 5 مليار دولار، إلا أنها وفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلغت حوالي 600 مليون دولار من خلال 600 شركة عاملة تستحوذ استثمارات قطاع البترول على 3 مليار دولار، بخلاف قطاعات اللوجستيات والتصنيع والمعدات الكهربائية والسيارات وشركات التطوير العقاري ووكالات السياحة الصينية. هناك أرقام أخرى مرتبطة ببيانات البنك المركزي المصري، التبادل التجاري مع الصين أكبر ثاني الشركاء التجاريين ارتفع بنسبة 7.7 ليسجل حوالي 5.9 مليار، 5.9 مقابل 5.4 مليار، وشهدت صادرات الجانب المصري ارتفاع بنسبة 33.5% لتسجل حوالي 736 مليون دولار.
مرة أخرى 736 مليون مقابل 488، صحيح في تصاعد ولكنه في النهاية بنتكلم في ملايين قليلة، ما تتناسبش حجم الدولتين. كما زاد صافي تدفق الاستثمارات الصينية المباشرة بالسوق المحلية لتسجل 60.5 مليون دولار مقابل 6.3 مليون دولار. أستاذ عماد، يعني أنا لفت نظري أنه في إطار هذه الزيارة وفي إطار هذا الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات، أنه يكون حاضر أيضا الجانب الثقافي على الطاولة، وما يكونش في صورة لا هنتحدث عن هذا الجانب وتعزيز التعاون الثقافي، لا ده يتم إطلاق عام الثقافة المصرية الصينية. يقوم الرئيس الصيني بزيارة الأقصر خلال هذه الزيارة، ويتم الحديث عن تبني الصين لدار أوبرا في الأقصر. الحقيقة أكثر من حاجة تستحق التوقف عندها، أولا فيما يتعلق بالرؤية الصينية لأفاق هذا التعاون الثقافي، وهي رؤية برضو مش بالحديث بس، أنا لما أمول دار أوبرا واختار الاقصر لتكون هي المكان، لا في افق. يعني الصين للاسف يعني نظرتها الى مصر تختلف عن نظره مصر الى الصين. بمعنى ان الصين تنظر الى مصر باعتبارها انها يعني هو القوه الوحيده او الدوله الوحيده التي تقف على نفس قدم المساواه مع الصين ان لم تكن تسبقها في التاريخ الحضاري، وان الصين ومصر هما دولتان حضارتان عريقتان. الامر الثاني ان الصين تنظر الى مصر باعتبارها يمكن أن تكون شريك للصين في مختلف المجالات، وبالتالي هي لديها الرغبة في أن هذا الشريك يكون على نفس القدر من القوة والنمو والتنمية حتى يستطيع أن يحقق مصالح مشتركة. الأمر الثالث أنها الصين يعني لديها رؤية إلى إمكانية أن تلعب مصر دور سياسي في الإقليمين العربي والافريقي، على عكس نظره مصر الى الصين التي يعني مصر تنظر الى الصين على الاقل المستوى الشعبي، على ان الصين مجرد مورد لاحتياجات مصر، وان الصين توفر مستلزمات المصريين من الصناعات بالاضافه الى بعض السخريه ان جاز التعبير من الشعب الصيني او من الصناعات الصينيه على اساس انها صناعات يعني لا تليق وانها صناعات ضعيفة ومهمشة، على عكس ما الحقيقة بالكامل. أوروبا والولايات المتحدة والخليج يعتمدان بشكل كبير جدا على الصناعات الصينية، لأن الصين تصنع لكل المستويات ولكل الاحتياجات. بس أنا لو تسمح لي، يعني فكرة التعميم هنا أعتقد أنها تظلم قطاع كبير من الشعب المصري. أعتقد أنه حتى الانتقادات الموجهة لرداءة عدد من المنتجات الموجودة في الصين، الكل أصبح يدرك أنه ده مرتبط بمن يستورد هذا ومن يطلب، أن احنا مش عايزين كلاس A ولا B، ده احنا عايزين يعني درجات متدنية جدا لنقوم ببيعها جشعا بنفس سعر. وبالتالي يعني نظرة السخرية دي يمكن أنا شخصيا لا أتفق معها شوية. هو ضياء بيه باعتبار أنه برضو يعني ممكن يعني برضو، ولكن اللي انا عايز اقوله فيما يتعلق بالملف الثقافي، ان يعني الصين الشعب الصيني يرتبط بمصر وجدانيا منذ الطفوله، لان الشعب الصيني في المدارس يدرس امرين رئيسيين، التاريخ الصيني باعتباره تاريخ مقابل للتاريخ الصيني، التاريخ المصري باعتباره تاريخ مقابل للتاريخ الصيني. الامر الثاني هو اعلان القاهره والذي صدر في عام 43 والذي يحقق او يضع الحقوق اقامه الدوله الصينيه بعد تحريرها من الغازي والياباني في الوقت الذي كانت ما زالت الحرب العالميه تدور في انحاء العالم. وبالتالي يعني كل طفل صيني هو متشبع هذا الشق المرتبط بمصر، التاريخ وما يرتبط بحقوق الانسان والحقوق السياسيه للشعب الصيني، لانه عندما كانت الحرب العالميه قائمه عقد اجتماع في القاهرة في فندق منهاوس حضره الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل والقائد العام للجيش الصيني، حضر هذا الاجتماع ليضع يعني آلية أو تصور ما بعد الحرب العالمية الثانية وسيناريوهات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتمخط عن هذا الاجتماع ما سمي بإعلان القاهرة الذي يحدد الحقوق الدولة الصينية والاعتراف بما يسمى كوريا التي لم تكن موجودة قبل الحرب العالمية الثانية. وبالتالي الشعب الصيني هو يعني متشبع جدا عندما ينضج، وهو متشبع بالحضارة المصرية وبهذا الإعلان الذي يحدد ويضع له حقوق دولته.
وبالتالي فهناك نهم ورغبة شديدة من الشعب الصيني للتعرف على الثقافة المصرية. الجامعات الصينية، أغلب الجامعات الصينية فيها قسم للغة العربية، فيها قسم آخر للحضارة المصرية القديمة، على عكس الجامعات المصرية التي بدأت حديثا تضيف بعض الأقسام للغة الصينية. وبالتالي هناك رغبة من الطرفين، وهناك رغبة أن يتم تعميق التعاون في هذا المجال، خاصة وأن الصين تمتلك تراث ثقافي كبير يعني يشهد به له الجميع. وبالتالي عندما تسعى الصين للتعاون مع مصر في المجال الثقافي، هي فقط لا تقدم لا يعني إنتاجها الثقافي، وإنما تقدم أيضا أفكار لتطوير الثقافة. فكرة دار الأوبرا وفكرة اختيار الأقصر، ونحن لدينا يعني مشروع ياباني الموجود هنا أثبت يعني جدارته وأهميته. أولا، هل هو طرح صيني صرف أم اقتراح مصري تم تقبله؟ اختيار المكان، يعني هو تم طرح هذا الموضوع خلال زيارة وزير الثقافة الصيني للأقصر التي بدأت أول أمس للإعداد للاحتفال بافتتاح وانطلاق العام الثقافي المصري الصيني الذي سيحضره الرئيس الصيني المصري الصيني. وتم طرح الفكرة على الوزير الثقافة الصيني، وهو يعني فورا تقبل واستجاب لهذا الطلب، وأعلن دعم الصين وتأييدها لهذه. هل عند حضرتك فكرة عن مدى زمني، عن بدء يعني العمل، عن هو يعني الطرح؟ الفكرة تم طرحها أول أمس فقط، ولكن يعني هو جاري سيتم يعني مناقشة هذا بالتفصيل. ولكن يعني الاتجاه إلى إقامة دار أوبرا في الأقصر هو يعني يؤكد أن السياسة الخارجية التي تتجه إليها مصر بالانتشار والتوجه شرقا وغربا، ليس خارجا فقط وإنما داخليا أيضا، بأن مصر أصبحت تتخلى عن سياسة التمركز في شريط النيل وفي العاصمة، وأنها تسعى للانتشار في أنحاء الجمهورية، وإقامة مثل هذه الدار في الأقصر هو رسالة على أن مصر تتجه جنوبا لتنمية محافظات الصعيد، وهذه الرسالة مهمة جدا يمكن أن يتم البناء عليها خاصة في المجال الاقتصادي. مرة أخرى الربط ما بين الثقافة والاقتصاد وهو مهم، يعني ونحن نعاني من أزمة في قطاع السياحة مثلا، فيزور الرئيس الصيني الأقصر ويتم الحديث عن هذه الفعالية الثقافية، دار أوبرا ستكون موجودة في الأقصر. الأخبار الواردة من الأقصر من المشتغلين بالسياحة بتقول أنه بس لما تم الإعلان عن هذه الزيارة للرئيس الصيني حجم الإشغالات اختلف في الأقصر. نحن نتحدث مرة أخرى عن دعاية مجانية للمقاصد السياحية في مصر، وتحديدا الأقصر وأسوان على مستوى رئاسي. يعني ممكن أزيد على هذا حتى أنه البعض اللي بيثير فكرة 25 يناير ويا ترى الأمن هيبقى عامل إزاي، لا ده عندنا رئيس رايح يزور. ربط بقى بين هذه الثقافة وكيف تصب في خزينة الاقتصاد إذا جاز التعبير. أيوة، هو الحقيقة قبل ما أقول دي، وهي دي نقطة مهمة، عايز بس أعقب على الجزئية اللي حضرتك قلتيها وقالها الأستاذ عماد، أنه فعلا فكرة المنتج الصيني أنه منتج من الدرجة الثالثة كانت من الحاجات المهمة جدا اللي بنناقشها في غرفة التجارة مع السفارة الصينية، لأن كان بيؤلمهم جدا لدرجة أن هم كانوا بيقصوا لي الحاجات اللي بتهاجم ده في الصحف المصرية أو بتشير لده، وبيقول لي طلب مني بشكل مباشر السفير ان لما اكون موجود في مكان اعلامي ان احاول اصحح الصوره. بس الحقيقه حضرتك ذكرتي وانه كتير مننا ابتدى يعرف بقى انه في كلاس A وB وC في المنتج، وان المشكله في المستورد، وان هنا دور مصر ان وزير التجاره والصناعه والرقابه واداره الجمارك تسمح وتحط اشتراطات منطقيه لدخول السلع، مش مواصفات. يعني عايز تستورد نظاره دي مواصفاتها، عايز تستورد لعبه دي مواصفاتها. فعشان كده كنت بسال حضرتك على هذا القرار المرتبط ب، بس تبسيطا للمشاهدين، فكرة الربط ببلد المنشأ وبقى يستورد انه يبقى له ريفرنس في المكان اللي بيجيب منه بالزبط. وبالتالي يبقى يخضع على الاقل لمتطلبات الدولة المصدرة، يبقى في رقابة من اي نوع، وهنا هتكون رقابة مش يعني مزدوجة، وهي رقابة اساسية حضرتك. يعني اللي بنطالب بيه النهاردة هو رقابة اساسية جدا. يعني اما نقول ان احنا عايزين بلد المنشأ ده مطلب طبيعي، اما نقول في اشتراطات للدخول مش اي سلعة تخش، يعني في سلع بتؤدي الى امراض، فهو المستورد ما اقدرش اقول للصين ما تبيعلوش، هو حر يبيع له طبعا، لكن المستورد ده يبقى عارف انها مش هتخش، يبقى ساعتها يعني مش هراهن الحقيقة للاسف، وانا حزين وانا بقول كده على المسؤولين
المسؤولية المجتمعية للتجار والمسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال مع أنها مفروض تكون موجودة. المفروض أن يكون في قدر من الأمانة، وأنا بس استورد بس مش كل ما نقول يا سيدي رجاء، يعني السلع الاستفزازية لم تعد السيجار والكافيار ولكن أصبحت فانوس رمضان والسبح. لا، وهقول لحضرتك حاجة، يعني حتى كمستهلكين نستطيع أن يعني نتلمس هذا، أنه بيقال أنه يعني رخص هذه المنتجات اللي هي درجة ثالثة أو رابعة أو خمسة مقارنة سواء بالمنتج المحلي أو يعني بالدرجة الأفضل. الحقيقة الواقع بيقول أنه هي حتى بهذا السعر هي غالية مكلفة، هي غالية جدا مكلفة عن ثمن استيرادها لأنها بهذه الدرجة. فإحنا كده كده يعني مستغلين يا فندم. ده أنا سمعت من بعض التجار وبعض رجال الأعمال أن في بعض المكاسب بتصل ل 300% ولا توجد دولة كده، أن 300% و200% ده مش فير، مش منطقي للاقتصاد ده يهزه. فيعني كان الله في عونينا في هذه التصرفات غير مسؤولة. مع منتجات مرة أخرى كمستهلكين يعني البعض منها بيستخدم أو بتستخدم في مواد قد تؤدي إلى سرطانات وأمراض، فيعني نحن حقيقة نشتري المرض بأغلى حتى مكلف جدا الأمر. الجزئية بقى اللي حضرتك سألتيها الأساسية اللي هي الثقافة، وعام 2016 هو اختير أنه عام ثقافي مصري صيني، ده موضوع أنا شايفه في غاية الأهمية وله دلالات ضخمة جدا ويجب أن ننظر إليها. في حوار الرئيس الصيني مع الأهرام قال، أنا ذكر النيل في بداية كلامه وقال أنا جيت هنا من 16 سنة ولفت نظري استخدامكم للنيل وترويضكم لفيضاناته. دي برضو إشارة إلى أنه هذا الرجل بيدي رسالة للعالم أن النيل ده من حقنا، وإحنا عارفين إحنا بنواجه مشكلة مع سد النهضة ومشكلة مع أثيوبيا ومشكلة في حقوق تاريخية ثابتة. هو بيأكدها في أول زيارة، دي رسائل خصوصا مع وجود بعض اتهامات مبطنة للصين بأنها بتقوم بتمويل سد النهضة، وحديث الصين يعني الدفاعي إنجاز التعبير بأنهم لا علاقة لهم بهذا. الصين صديق شريف، أعتقد جدا في هذه المقولة، الصين صديق شريف لا يتدخل في شؤون الناس بعكس دول أخرى غربية ادعت الصداقة ولكنها انقلبت 180 درجة على من قالت لهم أنتم أصدقاء وإحنا عايزين نساعدكم في التنمية. بأمانة وهعتبرها وجهة نظر شخصية لا أحملها على حد ولا على البرنامج، إنما أنا لا أثق في الوعود الغربية والمواقف ثابتة ولا أثق في أنهم عايزين التنمية، لكن الصين عايزة والصين رصدت في شكلها الجديد والمنهج الجديد اللي بياخده الرئيس الصيني 60 مليار دولار لأفريقيا لوضعها في مشروعات تنمية تخدم التنمية والطرق والمشروعات الكبرى والطاقة والبنية التحتية. ومصر دولة أفريقية يجب أن تكون حاضرة وتستفيد من هذا، شأنها شأن الآخرين. والصين صادقة في هذه المساعدات الجادة وصادقة في تغيير وجه الصين المنعزل المنكب على نفسه من وقت ما جه الرئيس الصيني وله منهج آخر. فكرة الثقافة والبناء عليها فكرة أساسية، لأنه الشعوب تتقارب وساعتها الاقتصاد هيتحرك والسياسة هتتحرك، هي دايرة. إن إحنا ما عندناش جامعات صينية، ما عندناش تكنولوجيا صينية في معاهد فنية، كل ده اتأخرنا على الأقل. نتكلم على بحث علمي ودراسة وليس تكنولوجيا مستهلكة. لا، بحث علمي طبعا، وبتكلم عن ثقافة متبادلة، وبتكلم عن تبادل الفرق، وكانت بتيجي زمان فرق صينية والسيرك القومي الصيني كان بيجي مصر وكانت الفرق المصرية بتزور هناك، لأن هم عندهم احترام شديد جدا لمسته في كل الصينيين المثقفين والكبار والمسؤولين، احترام الثقافة والحضارة المصرية. يعني أول ما حصل عندنا السقطة اللي وقعنا فيها والمشاكل اللي وقعنا فيها في فترة معينة استغربوا اندهشوا قالوا ده انتوا دولة عريقة ودولة مثقفة، يعني لا تقبل بهذا، يعني تقبل انتوا دولة مستنيرة ودولة مصدرة للثقافة وللتنوير. يعني حتى الأستاذ عماد بيقول لنا فكرة انه التاريخ المصري يدرس بالتوازي مع التاريخ الصيني في المدارس، وفكرة اعلان القاهرة. والحقيقة دي نقطة شديدة الأهمية، هذا الربط ما بين التاريخ والسياسة
والتركيز على الحريات وعلى حقوق الإنسان، يعني أعتقد أنه دي برضو بتدي وعي. بس أنا كنت بسأل حضرتك على فكرة ترجمة هذا الجزء الثقافي السياحي المرتبط بهذه الأوبرا والزيارة، واللي يصب في خانة الاقتصاد وفي الخزينة. يعني مجرد الإشارات الأولية تتحدث عن نسب إشغال وليالي سياحية ارتفعت على لسان مدير السياحة بالأقصر تحديدا تزامنا مع هذه الزيارة. بنتكلم عن الصين، بنتكلم على سوق سياحية واعدة جدا، واحنا عندنا الحقيقة مشكلة دلوقتي. بنتكلم على السياحة الروسية، بنتكلم على السياحة البريطانية، ولدينا بدائل أخرى. أذكر كلمة حقي الحقيقة، الوزير السياحة هشام زعزوع، الوزير في مكان وزير سياحة في الحكومة الأولانية، ثم ما خدش الحقيبة في الحكومة التالية، وبعدين رجعت له مرة تانية. هو من المرة الأولى واحنا كان في اجتماعات، وكان مهتم جدا بازاي يشتغل مع غرفه التجاره المصريه الصينيه، وزارنا اكتر من مره، حضر معنا احتفالات، انه قال لي بشكل مباشر انه لو السياحه، وكانتش لسه بقى ازمه السياحه حصلت، قال لي انه لو قدرنا نحصل على السائح الصيني ده يبقى شيء رائع، ولو خدنا 10% منهم لسبب تاني بقى حضرتك غايب عن بعض الناس، ان الصين اتغيرت وبقى عندها مفهوم انه يبقى عنده حد معاه فلوس وانه يخرج للسياحه، ده ما كانش موجود من 30 40 سنه. فما بنتكلمش على السائح الفقير زي يعني انجاز التعبير. بالظبط. فابتدى يبقى في لا رجال اعمال كبار صينيين وبيتجولوا في اوروبا، وبعدين هم بيميلوا الى مصر والشرق وبيحترموا حضارتنا. فكان رهان الحقيقه وزير السياحه هشام زعزوع انه يستقطب اكبر كميه من دي، وعنده ناس بتتحدث الصينيه بطلاقه في الوزاره، يعني اعرف حد كده، ومهتم جدا، وعمل برزنتيشن نص ساعه في وجود السفير الصيني عن ان ده تارجت، وهو كان موجود في رحله الرئيس في 14 ديسمبر اعتقد في 2014 في ديسمبر 2014 حضر هذا 25 في اواخر ديسمبر. هو الرهان على السياحه الصينيه شيء مهم جدا، ويجب ان تتنوع الاساليب لجذب السياح، بس كمان عايزين الثقافه السياحيه. احنا محتاجين تدريب كتير قوي للناس اللي بتشتغل مع السياح، علشان بيبقاش فيه استغلال ليهم، وعشان نفهم الناس هناك ان انت اذا حد عندك عمل كده فهو بيأثر على لقمه عيشك، فانت لابد ان انت تحسن استقبال السياح وتحسن التعامل معاهم، ولا تلجأ عن الالحاح والاستغلال. بالزبط. والمظاهر اللي هي يعني غير حضاريه في التعامل معها. واحنا بنتكلم عن الاستفاده من هذا السوق السياحي الواعد جدا، ويمكن اللي متابع يلاقي انه مصر الطيران مثلا كثفت او زودت، عشان نبقى ادق يعني، خطوط الطيران من بكين وشنغهاي للغردقه تحديدا. الى اي مدى ده له مردود عند السائح الصيني؟ والسؤال الاهم، هل احنا محتاجين ترويج اكتر في دوله زي الصين، علما بالكلام اللي حضرتك قلته، يعني التعريف بالحضاره المصريه وتلت اثار العالم ما هوش يعني، ده بالعكس ده موجود عند الطلبه من الصغر. طيب أين الحلقة المفقودة؟ نحن محتاجين إلى ترويج، ليس في الصين، محتاجين إلى ترويج في مصر. في مصر، لأن المهم يعني الهم الأكبر من هذه المشكلة يقع على مصر من عدة جوانب. أولا يعني شركات السياحة تبقى تارجتينج أو مستهدفة يعني هذا السائح؟ شركات السياحة، أنا أتحدث بشكل عام عن الاقتصاد بشكل عام، أو التفكير التفكير السياسي لإدارة الاقتصاد المصري بشكل عام، لأن هناك في الصين يعني يقدمون زي ما قلت يد المساعدة في كثير من المجالات، ولديهم الرغبة والإرادة في التعاون مع مصر. المهم أن تكون مصر لديها رؤية واضحة لكيفية التعاون والاستفادة من الصين. أنا هضرب حضرتك مثالين. المثل الأول أن الصين أعلنت مبادرة التعاون الدولي في الإنتاجية الصناعية، فتستهدف التعاون مع الدول أو التعاون الدولي بين الدول في زيادة الاستفادة من القدرة الإنتاجية في العالم، وألا يكون المسألة مسألة تبادل تجاري أو تبادل في المجالات التسويقية زي السياحة أو الثقافة، إنما القدرة على الاستفادة الصناعية، القدرة على نقل التكنولوجيا، القدرة على بناء بنية تحتية تستطيع أن تستوعب صناعات وتستوعب استثمارات ضخمة. وهي
لديها رغبة في أن تكون مصر شريك في هذا المجال وأن تستفيد مصر من هذا المجال، خاصة أن مصر أصبحت عضو في بنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبالتالي تستطيع مصر الاستفادة من هذا البنك، تستطيع مصر من الاستفادة من القروض اللي ممكن تتاحها الصين، تستطيع أن تستفيد من الخبرات التي يمكن أن تنقلها إليها الصين في المجالات التكنولوجية. حضرتك عايز تقول إنه دي رؤية الصين لكن مصر لم تلتقطها بما فيه الكفاية؟ نعم، وهناك تقارير خرجت من الصين تتحدث عن هذا، تتحدث عن أن هذه هي الفرصة الأخيرة لمصر للاستفادة من يد العون أو يد المساعدة أو اليد التي تقدمها الصين لديها، وأنها ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة إذا لم تحسن مصر استقبال هذه الرسالة. طيب مرة أخرى هسأل حضرتك برضو، فين الحلقة المفقودة؟ الحلقة المفقودة زي ما قلت لحضرتك أن احنا ننشط ثم نهدأ، يعني ليس لدينا القدرة على الاستمرار، ليس لدينا رؤية شاملة. ماذا نريد؟ طب ماذا نريد من الجانب الصيني؟ السياحة تحديدا المشكلة إيه؟ يعني أنا عندي كاستمر أو عميل، أنا هو عنده الرغبة وعنده الشغف انه يزور مصر وعنده الخلفية التاريخية اللي تخليني مش لسه محتاجة اعرفه، هل انا مرة اخرى كشركات سياحة مش مستهدفة السوق الصيني؟ فين الحلقة المفروض؟ لاننا نحن اعتدنا يعني في السوق المصري بشكل عام سواء السياحة او السوق التجاري نحن بنركز في اتجاه واحد، نتجه الى الولايات المتحدة الامريكية، تجد جميع المستثمرون يتجهون الى الولايات المتحدة الامريكية والسياحة، ثم الى اوروبا، ثم الى روسيا، الجميع يتجه الى روسيا، يعني نسير بسياسة او بثقافة سوري في اللفظ القطيع، ليس لدينا رؤية، ليس لدينا اتساع في الرؤية بحيث اننا نستفيد من كافة الاسواق المختلفة. لا الصين، يعني لا اعتقد ان هناك سوق سياحي أو سوق تجاري أكبر من السوق الصيني في العالم، مليار و350 ألف، خاصة بعد ارتفاع مستوى المعيشة وتغير نماذج المعيشة ومستويات المعيشة هناك، وبالتالي لابد من الاستفادة من هذا. هل هناك شركات سياحية تستطيع أن تتجاوب أو تتعاون أو تتصل بالسوق الصيني لجذبه إلى مصر؟ خاصة بعد يعني إغلاق السوق الروسي والسوق الأوروبي وبعد أن أصبحت السياحة تعاني من هذا الركود. يمكن أسأل أستاذ ضياء في هذه النقطة، بس يمكن مش عايزة أتحفظ، بس أعلق على فكرة يعني يمكن لفظا سياسة القطيع لكن مضمونا، ربما في وقت من الأوقات لا نختلف عن أنه كانت أحادية العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يمكن في بداية هذه التغطية كنت أتحدث عن اتساع دائرة العلاقات الخارجية المصرية خلال الفترة الأخيرة، وكان هناك تركيز يعني لافت للنظر حتى من الخارجية المصرية في أوقات التقارب والزيارات المتبادلة مع روسيا، تحديدا لما كان يتم السؤال هل روسيا بديل للولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، إنه كانت الإجابة واضحة إن مصر منفتحة على الجميع بذات الدرجة، وإنه ده تقليل من علاقتنا مع روسيا أو من الولايات المتحدة، أن نضع هذه في كفة وهذه في كفة. أنا أتحدث عن التفكير في مجال الاستثمار ليس في مجال السياسة. يعني السياسة المصرية الخارجية المصرية تغيرت كثيرا بعد 25 يناير و30 يونيو، وأصبح هناك تغير في السياسة ومنهج السياسة الخارجية المصرية اللي بسعى إلى التوازن بهدف تحقيق صيانة الأمن القومي والمصالح الوطنية لمصر. تمام. هو الحقيقة حضرتك فكرة أنه مصر متوازنة سياسيا هي واضحة جدا حتى في زيارات الرئيس السيسي، ولم تحدث في تاريخ العلاقات المصرية الروسية أو المصرية الصينية هذا الكم من الزيارات المتبادلة، خاصة زيارة ديسمبر 2014 كانت تاريخية، استقبال الصين أصلا للرئيس السيسي كان استقبال رائع، ويبدو هذا التوازن في دعوة مصر إلى قمة العشرين كضيف شرف، وهما مسموح للرئيس الصيني والمستضيف بأنه يدعو اثنين دولتين فقط، فده احترام كبير جدا جدا من الصين لدور مصر واحترام للإدارة المصرية. اسمح لي حضرتك يعني للقراءة أكثر في هذه التفاصيل السياسية الدبلوماسية، ينضم إلينا عبر الهاتف الآن سيادة السفير محمود علام سفير مصر السابق بالصين. تحياتي سعادة السفير، وربما يعني أود من حضرتك إيضاح للمشاهد أهمية هذه العناوين. أول زيارة لرئيس صيني خلال 12 عاما، وأن يتم توجيه الدعوة لمصر لأن تكون ضيف شرف قمة العشرين في الصين نهاية هذا العام،
وأن تشارك مصر بمشاركة عسكرية في احتفالات الصين الأخيرة مع وجود الرئيس المصري؟ شكرا يا فندم باستضافتي. ويعني طبعا الزيارة لها يعني معاني كثيرة في هذه المرحلة. حضرتك ذكرت أول زيارة للرئيس الصيني، هي طبعا أول زيارة لهذا للرئيس شي جين بينغ، ولكن الرئيس السابق هو جين تاو قام بالزيارة في 2014، ولكن تتميز زيارة الرئيس شي جين بينغ بأنها تأتي في مرحلة وصلت فيها العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى يعني رفيع بنى على ما سبقه. فنحن الآن طبعا الزيارة بتأتي بعد زيارة رئيس السيسي في كما ذكرت في ديسمبر 2014 وفي سبتمبر 2015 المشاركة في 70 عام على انتهاء الحرب العالمية الثانية والشراكة فيها واحدة من القوات المصرية، ولكن الأساس وضع في 2014 حيث تم إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والتي نقلت العلاقات من مرحلة المجرد، وهذه المصطلحات لها معانيها طبعا في العمل الدبلوماسي وأبعاد العلاقات، انتقلت من مرحلة مجرد إعلان التعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي كان قد وقع في 1999. فمن تعاون تحولنا إلى شراكة، ووصلنا إلى مرحلة الشراكة الشاملة. الشاملة طبعا تعني جميع نواحي جوانب العلاقات، من علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية وعسكرية. سعد سفير، فقط للتوضيح للمشاهد، يعني شراكة شاملة تعني أن مصر تضاف لدولتين فقط عندما نتحدث عن العلاقات الصينية في هذا الجانب. ما هو الفرق ليتفهم المشاهد بين الانتقال من مرحلة شراكة استراتيجية لشراكة استراتيجية شاملة بخلاف فكرة اتساع ذلك لكافة مجالات التعاون بين الدولتين؟ لما زال ذكرتك الاتفاق الأول كان تعاون استراتيجي ولم يصل مع حظ ولم نكن الشراكة. فالتعاون ممكن يعني في بعض الجانب، الشراكة فيها أننا ليس فقط سندعم بعض نتعاون مع بعض، ولكن سنقوم بشراكة للقيام بأشياء مشتركة مع بعض. وممكن تكون مبادرات، وممكن تكون كما ذكرت يعني مثلا طبعا الشكل الرمزي اللي قام به الجيش المصري بالتواجد خلال الاحتفالات 70 سنه يعني هو ليه دلالاته طبعا، ان مصر برضه حتى تاريخيا كانت ساهمت في 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 ما يعني ده يمكن له محفل اخر في 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 استقلال بعض هذه الدول بوقفها الزحف في الحرب العالميه الثانيه للنازي في حرب العالمين، واعلان القاهره 1943 الذي كانت ساعتها الصين محتله من اليابان، وهذا الاعلان ذكر ان الصين ستحصل على الصين. المهم خلينا نحن الان نتحدث اننا وصلنا هذه مرحله الشراكه. الرئيس ياتي ايضا والدولتين يحتفلان بمرور 60 عاما على اقامه العلاقات الدبلوماسيه. ولا تنسى الصين ان مصر في عام 1956 كانت من اوائل الدول العربيه والسياسيه التي اعترفت بالنظام الشيوعي الجديد الديونجي في 1949. وبالتالي بالاضافه الى ان العام الماضي منذ زياره ديسمبر ايضا حجم الاتفاقيات التي اجرمت والمشاريع بروتوكولات التعاون الاستراتيجيه التي دخلت فيها تقدمت شركات صينيه لتنفيذها بقروض ميسره من الحكومه الصينيه في مجالات عديده تشمل الطاقه والنفط. طيب سعاد سفير، يعني احد النقاط سالت حضرتك فيها فكره دعوة الرئيس الصيني لمصر لتكون ضيف شرف مجموعة العشرين خلال القمة التي ستستضيفها الصين، هل نتحدث عن إجراء بروتوكولي أو رمزي أم أنه يحمل أيضا دلالات سياسية أو دبلوماسية؟ أنا بعتبر أن في ذلك ترجمة للشرف. فأنا عندما يعني أشرك
يعني كمصر شريك، اولا ده فيها اعتراف بوزن مصر ووضعها المحوري في هذه المنطقه من العالم. اهميه مصر، دعم مصر، لان هو عندما يصطحب الرئيس الصيني الرئيس المصري ويقدمه، طبعا مصر لها علاقات مع جميع دول ال20، ولكن لما يقدمه لهذا المحفل الهام الذي يقرر اشياء كثيره بالنسبه لمسار العلاقات الدوليه وخاصه في المجالات الاقتصاديه وخلافه، فهو بيقدم مصر ل يعني مدعومه من الصين ولاهميه مصر ولاهميه ان هذا ان مجموعه 20 تقف مع مصر، ان استقرار مصر ووقوفها ونجاحها سيساهم في استقرار هذه المنطقه الهامه من العالم للسلام، الاستقرار والسلام فيها او التوترات فيها لها تاثيراتها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمود علام سفير مصر السابق في الصين. الحديث عن العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية مستمر مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير. أعتقد يعني تكملة لكلام عماد بي أنه وسؤال حضرتك، طب الآلية على الأرض بقى نعمل إيه بكرة الصبح علشان نعمل سياحة مع الصين؟ أنا أعتقد أنه لازم يكون في عندنا حوافز سياحية هنا أسعار مقبولة ودي نقدر عليها، ولازم نروج لنفسنا جيدا في الإعلام. وهسأل حضرتك هنا، هو هل إحنا حوافز سياحية ده دايما يعني أو في فترة من الفترات كانت تنتقد الخطة السياحية المصرية على اعتبار أنها تستهدف أولا أسعار رخيصة جدا، تستهدف السائح الفقير بصورة أو بأخرى، فيما عدا السياحة يمكن الإيطالية والبريطانية، احنا بنتكلم على نسب أقل، وبالتالي هل مصر سوق مرتفع التكلفة سياحيا؟ لا، أنا أقصد بالحوافز السياحية الحقيقة مش مادية بس. يعني من ضمن الحوافز السياحية أنه أن السائح يشعر بالسلوك بتاعنا اللي كان موجود زمان، لما نلاقي حد أجنبي لا نلح عليه نساعده، ده حافز سياحي. لأنه اوعي تفتكري حضرتك ان كل ما يدور على الارض ما يعرفوهوش الناس، هذا الفيدباك بقى على الانترنت دلوقتي وانت موجود في الاوتيل بتبعت الفيدباك، وفي العالم قرية صغيرة. السفرة اللي هنا بينقلوا، انا كنت مع سفير استراليا السابق مش دون، ففوجئت اتخضيت من مفهومه على عربية الفول والطعمية والزيت المستخدم. لا يعني الناس بتشوف، فالحوافز السياحية اقصد بيها المناخ السياحي كله، اقصد بيها احنا يعني بارعين في حاجة يعني لا يجب ان احنا نعملها ابدا، دايما ننشر كل سيئاتنا عكس الناس بينشروا كل الجميل اللي عندهم، واحنا نتفنن في بعض الافلام وفي بعض الترويج وفي بعض البرامج الى الصورة السيئة. لا يعني ده بقى امر ماسخ. يعني عايز اقول لحضرتك انه دولة زي تركيا بتروج لنفسها والدعايه بالظبط، فانت المسلسلات بتاعتك بتجيب الحواري ويقول لك قصه الواقعيه. وانا قابلت على فكره رحمه الله عليه رفيق بيه الصبان وهو من اهم النقاد، وقال لي لا دي مش الواقعيه، دي وقاحه، الواقعيه مش هي دي، الواقعيه صلاح ابو سيف. فانا عايز اقول ان دي رسائل وبتصل. ممكن اقول لحضرتك انه حتى ممكن تبقى تارجتد او مستهدفه، زي بما اننا كنا بنتكلم على الثقافه، المسلسلات التركيه لو خدتها حضرتك نموذج كان جزء منها، رغم ان احنا بنتكلم يمكن على مكانين او ثلاثه بالزبط في تركيا، لكن كل المسلسلات لازم يكون فيها الزاويه دي، فلدرجه انه المشاهد يقول اه والله ان هي دي ان هي كلها كده، وهي مش كده الحقيقه. اقصد انه ممكن حتى تكون في اعمال اللي هي العاديه الطبيعيه ويكون هذا مكون فيها، وان كان حتى بعض السينمائيين الحقيقه في هذا السياق بيتكلموا على معوقات وتكاليف وتصاريح. لا هو الحقيقه يعني بامانه، وانا يعني كنت قريب من السوق التركي لما كانت الامور جيده، بالعكس كنت رئيس مجلس اداره الغرفه التجاريه العربيه التركيه في مصر والمده طويله. ولما ابتدى السيد أردوغان في سياسته الممنهجة ضد مصر، فاحنا طبعا من دفع وطني انسحب، لكن حتى هذه اللحظة لا، انا اسست الغرفة دي من فترة ورحت اسطنبول كثيرا، فيها حواري وفيها شحاتين ومتسولين في الشارع، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. فيعني لماذا لا نروج؟ دي حوافز سياحية. الحاجة الثانية حضرتك ان في نقطة غايبة في سياق الأحداث كذا، بس لازم نقراها ونقف عندها. لما حصل التفجير في السلطان أحمد، وهو تفجير ضخم جدا، وحضرتك السلطان أحمد ده لو شفتي المكان، لا ده كل يوم فيه على الأقل
ما لا يقل يوميا عن 10,000 سايح يوميا على الأقل. ولم يكن التفجير الأول خلال فترة ولم يكن زمنية. تخيلي حضرتك أن ألمانيا طلعت في ذات اليوم وفي نفس اليوم، ألمانيا ووزير خارجية ألمانيا هو اللي راح تركيا وقعد مع رئيس وزراء تركيا، وشوف بقى الكلب ميكيلين يقول له ايه بقى، ومات 10 ألمان وفي الإصابات في 11 ألماني. قال لا هو ده غالبا ما كانش تفجير موجه للألمان، فاحنا مش هنحذر الألمان انهم يجوا. يا راجل، ومصر اللي الطيارة اللي وقعت روسي والناس اللي ماتوا روسيين، بريطانيا تقول لا انا زعلانة. شوف حضرتك المفارقة، يعني وكأنهم يتصورون ان احنا يعني قوم من السوزك، مغيبين. قوم من السوزك، مع العلم بقى ان حتى حضارة مصر، لا بريطانيا العظمى دي عندك، احنا مصر احنا حضارة قبل بريطانيا العظمى، وعلمنا ناس كثيرة جدا الإدارة والحضارة والطب والهندسة والشواهد موجودة أرقام وكتب. فعايز أقول لحضرتك لا احنا مش مغيبين، ده انت بتتحاربي سياحيا كمان. تقوم انت تحاربي نفسك من جوه، يعني انت بتحاربي من بره، يعني تقوم تحاربي نفسك من جوه. لا، اعملي برامج سياحية، اعملي كتيبات سياحية ووزعيها زي ما كل الناس بتعمل، كتيبات فاخرة باللغات كلها. اعملي زيارات لشركات سياحية للصين بقى عشان تروج هناك، ودي على فكرة هناك مش عن طريق أفراد، عن طريق بخبرتي، عن طريق جمعيات رجال الأعمال الصينيين، وتقولي له تعالى سياحة وبيزنس وبي تو بي وتفسح، وادي باكج كامل هيجي لحضرتك كم من السياح لا تتخيل. هستاذن حضرتك بما أننا حريصين في هذه الزاوية أن نجمع ما بين كافة جوانب هذه العلاقات، ليس فقط السياسة والاقتصاد ولكن أيضا الثقافة والسياحة، ونحن نتحدث في حلقة متكاملة. ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة. مساء الخير سعادة الوزير، ويوم مختلف ونحن نتحدث عن هذه الزيارة، وهي تتواكب مع إطلاق عام الثقافة المصري الصيني. دلالة هذا من وجهة نظرك، وكيف يمكن استثماره ثقافيا بما يصب في باقي الخانات التي كنا نتحدث فيها؟ أولا أهلا بحضرتك وضيفك الكريم. فيما يتعلق بالإطلاق العام الثقافي المصري الصيني، احنا بالفعل مساء الغد هنطلقه من الأقصر، وتم اختيار الأقصر عن قصد لأكثر من سبب، انه الأقصر هي عاصمة مصر القديمة، وانه في جزء مهم بيجمع بين مصر والصين، وهو ان كل مننا كل من بلدينا يمتلك حضارة قديمة. اثنين، ايضا انه كان مستهدف انه الأقصر وأسوان السياحة أضيفت فيهما بشكل شديد جدا منذ ثورة 25 يناير 2011، ولم تعد إليها. ثانية، نحن نحاول استعادة هذا الشق، لأن الحقيقة الأقصر بالذات تعبت كثيرا المنطقة من غياب السياحة عنها في السنوات الأخيرة. جزء ثالث، ان احنا ايضا قصدنا انه ما تبقاش العملية الثقافية قاصرة على العاصمة فقط. نحن نريد، يعني انا بتكلم باستمرار عن العدالة الثقافية، انه لم يعد يليق ان العاصمة تنفرد بكل الأنشطة الثقافية والفعاليات الثقافية، خاصة في ظل ان الامم المتحده والعالم كله دلوقتي بقى بيتحدث عن التنميه الثقافيه، وان اي عمليه تنميه لكي تنجح لابد ان يكون فيها البعد الثقافي. هذا العام يا فندم هيستمر حتى 31 ديسمبر. مفترض ان في حتى الان على الاقل احنا اتفقنا بشكل نهائي على 100 فعاليه ثقافيه يتم تبادلها بين مصر والصين طوال العام. ده هتتضمن مشاركه فرق فنيه من البلدين، مشاركة كتاب، ترجمة أعمال، وغيرها، كل الأنشطة الفنية والثقافية بين مصر والصين طوال هذا العام. كيف تفضل يا فندم، كيف يستطيع المواطن المصري أن يتلمس فارقا من خلال هذا العام الثقافي؟ يمكن حضرتك بتتحدث عن فعاليات تتنوع ما بين المرتبطة بالكتب، مرتبطة بالفن، مرتبطة بغيره، لكن كيف يستطيع المواطن المصري العادي أن يجد مردود لهذا العام يتذكره في العام القادم؟ لو حضرتك كنت في الأقصر دلوقتي، كنت حضرتك هتشوفي بشكل مباشر هذا المردود على المواطنين في الشارع، لأنهم بدأوا يشعروا أن الأضواء عادت إلى مدينتهم ثانية، وأن العالم منتبه إليهم وجاي ليهم، أن مش بس العالم، أنه حتى الدولة المصرية كمان مفروض منتقلة إليها من خلال الرئيس، من خلال وزير الثقافة، من خلال المحافظ بيشتغل،
من خلال عدد من الوزراء، واظن ده هيحدث في كثير من المدن المصريه. يمكن عائده انا تصوري الشخصي عائده هيكون في عده اشياء، ان العلاقات بيننا وبين الصين مش بس انشطه ثقافيه، لكن هناك ايضا اتفاقيات اقتصاديه واستثمار ضخم جدا بين البلدين في قطاعات زي الكهرباء والاسكان وغيره. الساده الوزراء المختصين كلهم تحدث في مجاله. اثنين، احنا بنقول ان العام الثقافي ليس نهاية العلاقات ولكن هو بداية العلاقات. يمكن كنا يعني تأكيدا على كلام حضرتك كنت أتحدث عن فكرة الدعاية السياحية والثقافية لمصر على مستوى رئاسي عندما يقوم الرئيس الصيني بزيارة الأقصر، لكن أضيف لهذا تعبير الحقيقة أتوقف عنده حضرتك ذكرته، شديد الجمال وشديد الأهمية، فكرة العدالة الثقافية، أربطها بفكرة دار الأوبرا المزمعة بتمويل صيني في الأقصر، هذا المشروع الثقافي التنويري الياباني الذي ما زال متواجدا في مصر عندما يتوازى معه مشروع آخر في العاصمة الحضارية القديمة لمصر في الأقصر، كثير يمكن أن يقال هنا سعادة الوزير. أولا بس هو فكرة إن احنا نعمل دار أوبرا في الأقصر، ده أنا بشتغل عليها منذ أن شرفت وتحمل هذه المسؤولية، وده الحقيقة لأنه أنا عندي فكرة مسبقة اللي هي قلتها لحضرتك، فكرة العدالة الثقافية. اثنين، إنه الخديوي إسماعيل ترك مصر سنة 1879 وترك لنا دار الأوبرا المصرية، وما بقاش ينفع السيناريو وإحنا في 2016 وإحنا عايشين على نفس دار الأوبرا. صحيح ان في فروع لدار الاوبرا المصريه موجوده في الاسكندريه وموجوده في دمنهور، وبنؤسس فرع جديد في المنصوره، اامل ان احنا نتمكن من افتتاحه في نهايه هذا العام، لكن بات من الضروري ان يكون عندنا دار اوبرا كبيره على غرار دار الاوبرا المصريه، واحنا وقع الاختيار على الاقصر لان هو مكان اثري، مكان عظيم، مكان مقصد للسياح وسياحه ذات الطابع الثقافي والحضاري خاصه، وبالتالي هؤلاء السياح هيكونوا بحاجة إلى دار أوبرا فضلا عن أهلنا في الصعيد. بالزبط. ما ينفعش أن الصعيد كله يتساب. صحيح. يعني حتى الفعاليات الثقافية التي تقام في القاهرة ثم تنقل إلى الإسكندرية تصبح الأقصر مركزا للإشاعة الثقافي في محيطها الجغرافي. الأقصر في هذه الحالة مش هتكون زي القاهرة وإسكندرية، الأقصر سوف يكون لديها دار أوبرا كبرى مستقلة لا تقل عن دار أوبرا القاهرة، تستضيف الفرق العالمية، يكون لها فرق خاصة، يكون لها مدارسها الخاصة لكي ننعش الحياة الثقافية والفنية في صعيد مصر. أنا عايز بس أنبه لحاجة، لأن حضرتك قلت في السؤال بتمويل صيني، الحقيقة إحنا ما اتفقناش على التمويل الصيني. أنا اقترحت على وزير الثقافة الصيني أن تتم معاونتنا في إنشائها، فهو أفاد بأن هذا الجانب عندهم طبقا للبروتوكولات الصينية بيدخل في اختصاص وزير التجارة والصناعة، فاحنا هندرس ده مع السيدة وزيرة التعاون الدولي لكي نتخاطب مع الوزارات المختصة. يعني من المهم هذا التصحيح سعادة الوزير، لانه الحقيقة هذا نقلا عن عدد من الصحف المصرية نقلت الخبر انه بتمويل صيني، وبالتالي وجب التصحيح. لا، هو يعني انا يبدو ان بعض الزملاء من الصحفيين اللي كانوا صحفيين اللي غطوا الاجتماع، انا قلت ان انا طرحت، ما قلتش ان احنا خدنا موافقة، انا طرحت على السيد وزير، احنا كان اجتماع مطول اكتر من ساعة ونص، طرحنا اشياء كثيرة عن الاشياء اللي احنا بنعملها واللي هم بيعملوها، فانا طرحت مشروع دار الاوبرا، لكن لم يحسم من الجانب الصيني مسألة التمويل. بنتطلع، فوزير الثقافة يعني ابدى حماس وتفهم شديد لهذا الموضوع، ولكنه لا يدخل في نطاق اختصاص. طيب سعادة الوزير، ونحن نتحدث عن دولتين من أقدم وأثرى الحضارات على مستوى العالم، ربما يعني على هذه الطاولة كان الحديث عن فكرة أنه الحضارة المصرية القديمة تدرس في المدارس الصينية وما يتلي ذلك أو يتلو ذلك من درجات تعليمية، ربما هذا لا يتوازى كثيرا لدينا في مصر، هل في إطار هذا العام الثقافي المصري الصيني يمكن أن يكون هذا، لا أتحدث عن المناهج تحديدا ولكن فكرة التعريف بهذه الحضارة التي تتوازى مع مصر يعني عراقة وثقلا تاريخيا، أعتقد حضرتك هتتفق معايا أنه العلم الجمعي المصري بهذه الحضارة ليس بما يرقى على الأقل لتاريخها.
لا، هو الحضارة الصينية بتدرس في، أظن اللي بيدرس في أقسام التاريخ وفي أقسام الحضارة في الجامعة بيعرف عنها، لكن في التعليم العام ما أظنش إن في تعريف كافي بيها، وده إحنا مفروض نهتم بهذا الجزء. وإن إحنا وده يمكن امبارح كان في جزء من المباحثات مع وزير الثقافة الصيني إحنا تطرقنا إلى هذا الموضوع، وعشان كده إحنا اتفقنا على إن يتم تنشيط عملية الترجمة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية والعكس صحيح، من العربية إلى الصينية. هم طبعا من العربية تقريبا نجيب محفوظ معظمه مترجم إلى الصينية، أعمال طه حسين زي الأيام مترجمة، بعض أعمال توفيق الحكيم، أظن إن في عمل لأحمد أمين أيضا مترجم إلى الصينية، في أعمال للغيطاني لجمال الغيطاني وبهاء طاهر وغيرهم. احنا ايضا عندنا هذا تحديدا سيادة الوزير ما اتحدث عنه، انه في المقابل عندما نتحدث عن مصر ربما حتى يكون موجود ولكن ليس معروفا لدى هو الجامعة. أنا, انا 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 موافق حضرتك في هذا الجزء، طبعا موجود في المركز القومي للترجمه والهيئه المصريه العامه للكتاب، ترجموا اعمال عن الصينيه لكن هي مش معروفه بالقدر الكافي، واحنا ده يمكن احد الاسباب اللي خلتني اتفقت مع معالي وزير التربيه والتعليم ان احنا هنقدم هدية ضخمة من كتب الوزارة الى مكتبات المدارس بحيث انها تكون متاحة لأبنائنا من التلاميذ والتلميذات انهم يقروها ويتعرفوا عليها. طيب ضيفي الأستاذ ضياء حلمي يود بس طرح سؤال على حضرتك قبل مداخلة ان ننهي هذا الحوار. الوزير الحقيقة انا عايز اسجل لحضرتك فعلا احنا بنتابع ونقدر جدا دور حضرتك في استعادة الإنسان المصري والثقافة المصرية ونراهن على ده كتير، فبس كان ليا رجاء لو قدرت وزارة الثقافة إنها تعود بمشروعات الكتب رخيصة الثمن حتى ننشر الوعي ونيسر على المواطن المصري استعادة مكانته الثقافية اللي خسرناها في فترة طويلة، وأرجو إن دوًا يكون رغم مشاغل حضرتك والتحديات الكبيرة إن يكون لو ليه متسع على أجندة حضرتك يبقى شيء جيد أوي الحقيقة. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ ضياء، وده إحنا بنعمل عليه من خلال مشروع مكتبة الأسرة ومشروع النشر في الثقافة الجماهيرية ومختلف مؤسسات الوزارة. صحيح هو في السنوات الأخيرة لأسباب مالية ما كانتش المشروعات دي بتسير بزخمة، لكن نحن نحاول استعادة ده واحنا سوف نعمل على ذلك ان شاء الله. سؤالي الاخير معالي الوزير، يعني يمكن حضرتك تحدثت عن انه العام الثقافي المصري الصيني لا يتوقف زمنيا او يرتبط فقط بهذا العام ولكنه يمكن ان يستمر، ونحن نتحدث عن قوة هذه العلاقات الثنائية، تعزيزها على المستوى الرئاسي، الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كيف يمكن لوزارة الثقافة ان تقتنص هذه الفرصة اذا جاز التعبير للاستفادة بصورة استثنائية فيما يتلو هذا العام الثقافي؟ احنا عندنا في بنعمل شغل علمي على طريق الحرير، بنحاول استعادته ثقافيا، وده كان احد عوامل الربط بين المنطقه العربيه بالكامل والصين. وانا الحقيقه متفائل بالعلاقات الاقتصاديه بين مصر والصين، وانه احنا احيانا بننظر للعلاقات الاقتصاديه على انها مشروعات وبزنس وبس، لكن الحقيقه ان هذه المشروعات بيكون ليها تاثير ثقافي. خلينا نفتكر ان اللغه العربيه والثقافه العربيه واعتناق الاسلام في بعض المقاطعات في الصين تم عبر التجار. التجار العرب اللي كانوا بيسافروا عبر طريق الحرير، وتم عبر التواصل عبر مع طريق الحرير. فاحنا بنعتبر ان ده عام استثنائي، لكنه هو بدايه لارتباط ثقافي وفني عميق بين البلدين، خاصة ان هم في بعض المجالات في الفن في الفنون عندهم تقدم رهيب جدا فيه وحققوا انجازات ضخمة فيه، واحنا ايضا عندنا خبرات طويلة
ممكن أن نستفيد منهم وممكن أن نفيدهم، وده تقريبا كان جزء من الاتفاق اللي اتفقته مع السيد وزير الثقافة الصيني. شكرا جزيلا للدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة المصري. وكما ذكرنا مشاهدينا، من المهم ونحن نلتقط خيوط هذه الزيارة ونتحدث عن شراكة استراتيجية شاملة إلى أن نجد نقاط هذا الشمول في هذه الزيارة، عندما نتحدث عن الاقتصاد، السياسة، السياحة والثقافة. أستاذ عماد، الوزير يمكن كان تحدث في ختام كلامه على طريق الحرير، وهذا الربط ما بين آسيا والشرق الأوسط والدول العربية وإفريقيا. عايزة حضرتك باعتبارك كاتب صحفي في وكالة الأنباء الصينية تنقل لنا النبض الصيني في هذا الاتجاه، كيف ينظر الشعب الصيني، أنا مش بتكلم دلوقتي على القيادة، لأهمية هذا الطريق في صورته في القرن الحادي والعشرين. يمكن الشعب الصيني لديه رؤية على لهذا الطريق على أنه امتداد للطريق القديم وإحياء لطريق التجارة القديم سواء البري أو البحري، بما كان يحققه للصين من نقلة وتواصل مع العالم الخارجي، وأنه كان وصلة يعني همزة الوصل ما بين الصين والدول الخارجية خاصة أوروبا والشرق الأوسط، لأن هذا الطريق كان مارا بأسيا والدول العربية وصولا إلى أوروبا برا وبحرا. لذلك فإن الشعب الصيني يعني لديه رؤية على أن هذا الطريق يجب أن يكون بشكل جديد بطبعة القرن الواحد والعشرين، من خلال نقلة نوعية تكنولوجية، من خلال نقلة في التجارة. هناك توسع كبير في التجارة العالمية الآن، وهناك رغم حالة الركود التي تمر بها الاقتصاد العالمي الآن، لأن هناك توسع في التجارة العالمية الآن، وهناك حجم الترابط ما بين الدول المختلفة زاد بشكل كبير، والصين لديها اتجاه إلى أن تنقل تواجدها وتمركزها من داخل حدودها إلى العالم الخارجي، خاصة في المنطقتين العربية والإفريقية. وبالتالي هذا الطريق ومن خلال تطوير الكثير من الموانئ والطرق البرية تستطيع أن تمتد وتستطيع أن تتواصل مع العالم الخارجي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. كما أشار معالي الوزير إلى أن الثقافة انتقلت من الشرق أو من الدول العربية إلى الصين عبر التجار، وبالتالي فإن الصينيون أيضا ينظرون إلى طريق الحياة الجديد على أنه سينقل الثقافة الصينية إلى العالم الخارجي وإلى الدول العربية والإفريقية، خاصة أن الصين مرت في مرحلة عزلة اختيارية قبل نهضتها الحالية وتقوقعت على نفسها، وكانت الثقافة الصينية خلال فترة الستينات والسبعينات لا يعني مجهولة بالنسبة للخارج. الآن الرئيس شي جين بين لديه رؤية أن يخرج إلى العالم، أن يظهر إلى العالم بشكل الجديد، والشعب الصيني يريد أن يقدم للعالم الصين بثوبها الجديد باعتبارها قوة عالمية كبرى اقتصاديا وثقافيا، لأن السياسة يعني علماء السياسة يحددون أربع قوى لابد أن تمتلكها القوى العظمى في أي وقت في العالم، وهي القوى السياسية والقوى الاقتصادية والقوى التكنولوجية والقوى الثقافية. وبالتالي لابد أن تمتلك الصين القوى الثقافية، وهي ما تعمل عليه الآن، لأن ينقصها فقط القوى الثقافية والقوى التكنولوجية. وبالتالي فإن الملف الثقافي الصين تعمل عليه بقوة في هذه الفترة للانتقال إلى العالم الخارجي وتقديم نفسها باعتبارها بديل للولايات المتحدة الأمريكية. الحديث أستاذ ضياء عن طريق الحرير، وهو كان يعني حديث حتى سابق أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وفكرة استخدام هذه المنحة الإلهية الجغرافية لمصر باعتبارها بوابة عربية إفريقية شرق أوسطية. إذا تحدثنا بالأرقام لنقرب الموضوع للمشاهد، طبعا ما نقدرش استباق يعني تقييم هذا، ولكن تقريبيا فوائد هذا الطريق لمصر، ونحن نتحدث عن هذا الموقع الجغرافي اللي الحقيقة أعتقد أنه يعني بتحقيق هذا الطريق في صورته المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين هتفتح مجالات أخرى لا ترتبط فقط بآسيا في واقع الأمر. طبعا
بالتأكيد، بس هو الحقيقة استباق الأمر بأرقام أنا أكيد يعني بأمانة أكيد صعب، لكن هو لكن هو طبعا هيغير شكل العالم وهيغير شكل المنطقة والتجارة طبعا. وزي ما قال أستاذ عماد، هو هم الصين لها منهج جديد من 3 سنين من أول الرئيس الحالي ما هو موجود، هو عنده منهج جديد وعنده ده واخد استراتيجية واضحة. يعني الصين ما كانش في عهدها السابق يمكن أنها تمنح 60 مليار دولار علشان تعمل تنمية للطرق، لا هو دلوقتي مركز على صورة أخرى مغيرة يقدم بها الصين الجديدة، الصين الحديثة اللي مش منكبة على نفسها لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا. بالضبط. وعلى فكرة هو لما كان بيتعامل مع العملة بتاعته علشان يزود حجم مبيعاته تخفيضه لليوان، هو كل دي أشياء مدروسة، هو عايز يغزو العالم تجاريا أكتر ما هو بيغزوه، وده حق مشروع يعني حق طبيعي لدولة بتنتج في كل حاجة، بتنتج كل شيء في الدنيا، لدرجة أنه أنا أعتقد أنه ما فيش بيت من السياسيين الأوروبيين ما فيهوش ميد إن تشاينا، يعني هو كل حاجة يعني فيها كتير من ميد إن تشاينا. فهو النهاردة بيكملها تقدري تقولي حضرتك الميكان وبيكمل كده، ان هو ثقافيا بيقرب من الناس، ان هو تجاريا بيحيي طريق الحرير وهيعمله، احنا طبعا مستفيدين من الموقع الفذ الجغرافي، وكمان احنا عندنا ادوات نجاح رهيبة لم تستخدم. يعني العامل المتدرب اللي سعره مش غالي مصري، الفاست ليرنر اللي بيتعلم بسرعة مصري، السوق اللي ياخد ويستوعب لان احنا استهلاكيين جدا جدا. يعني لما كانوا بيتكلموا على انه حجم الزبالة الناتج من البيت راجل بريطاني كم كيلو في الاسبوع والمصري كم كيلو في اليوم، ده استهلاك، معناه انه مستهلك. فسوق واستهلاك ومتدرب بسرعة وموقع جغرافي رائع وعلاقات متوازنة حديثا. يعني الحمد لله في الإدارة المصرية القيادة بالرئيس السيسي العلاقة متوازنة مع الدول العربية مع الدول الأفريقية، نعود أفريقيا بقوة، وده يهم الصين. في البداية عماد بي قال أنه الصين عايزة تحط إيديها في إيد شريك قوي، هي دي الدول، هي دي السياسة، أنت صديقي بس صديقي، لكن لابد أن تكون يعني مؤهل ان الصداقه دي تتحول الى مصالح وان احنا نتحول الى تعاون مشترك. بس ذكرت بس للتدقيق هنا فكره العامل المصري الذي ليس هو مرتفع الثمن، يعني دي حقيقة الاجر مش الاجر بس هل ده مقارنه بالعماله الاسيويه اللي هي اصبحت تغزو العالم لانها مرتفعه الكفاءه ومنخفضه الاجر ايضا لو قارنا؟ وليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لانه الحقيقه انا كنت هسال على فكره المشروعات الصينيه المرتبطه بالعاصمه الاداريه الجديدة وبمحور قناة السويس. بطبيعة الحال تم الحديث عن عمالة صينية ولو بنسبة ستكون متواجدة. المقارنة هنا حتى بعيدا يعني نخرج عن هذا السياق، هل العمالة المصرية أجرا مقارنة بالعمالة الأسيوية تعتبر أرخص؟ والمقارنة في الكفاءة أنا ممكن أتفق مع حضرتك في فكرة سرعة التعلم، لكن التأهيل اللحظي دلوقتي هل هي على ذات الكفاءة؟ لا، ده أنا فاجئ حضرتك، أنا أعتقد أن العامل المصري أكفأ وممكن يكون أرخص لأن مستوى المعيشة هنا رخيص، بس بعد تأهيله. بعد تأهيله إحنا عندنا مشكلة في أنه ده حتى على مستوى طلبة الجامعات الأكاديمية يعني غير مؤهلين لسوق العمل كما يتطلب سوق العمل. كان عندنا فجوة دايما بين التعليم والتوظيف، أنه واخد بكالوريوس أنه خد شهادة بس بيتم تغيير ده، لكن هي محتاجة بعض الوقت. إنما الفيجن والرؤية موجودة، وفي بعد بس أقول لحضرتك دي بعد برضو في تنمية الصعيد، ده أمن قومي. يعني كنا بنروح بالشغل للأقصر ونعمل دار أوبرا، هي كويس تنويريا، لكن هي كمان خليني أعمل عملية جذب وأخلق فرص عمل للناس هناك ما يبقوش مهمشين زي ما الصعيد والجنوب، لأن دي بوابة لمصر كانت بتخترق. يعني غيابنا عن أهلنا في الجنوب المصريين زينا بالظبط، ده كان غياب غير مبرر الحقيقة. لسه الرئيس السيسي كان بيكلم المحررين من ليبيا بالأمس، كان بيتحدث على فكرة فرص العمل المتواجدة، ويعني بيقول لهم نصا كده هو المليون ونص مليون فدان دول معمولين لمين؟ يمكن أساسا لخدمة أهلنا في الصعيد، ربما لا توجد مشاريع آنية دلوقتي نتحدث فيها، ولكن دي تفتح مجالات إن شاء الله. والحقيقة إحنا بنشتغل بفيجن دلوقتي لأول مرة من فترة طويلة، يعني خلينا نكون واقعيين، العمل على التوازي في أكثر من مجال بالزبط. وغابت الإدارة المصرية يعني هنقدر نقول يعني من سنة 2000 تقريبا، غابت الإدارة المصرية عن الرؤية
عن الفيجن من سنة 2000، ثم قامت ثورة 25 يناير في 2011، ثم جالنا يعني عدم استقرار، وده عادة يلي انتفاضات كثيرة، يعني أي انتفاضة أو ثورة أو شيء ما بيحصل كده، ثم استعدنا في أقل من عامين استعدنا مكانة الدولة المصرية اللي كانت الأمور وصلت لمرحلة في غاية الخطورة. يعني الاتحاد الأفريقي يا فندم كان مجمد أنشطة مصر، النهاردة مصر بتمثل أفريقيا في مجلس الأمن الدولي في أقل من عامين للإدارة، وأنا هنا لا أجامل ولا أنافق، ولكن وقائع لا، والحقيقة أنا حتى كمواطن أنا أحب هذه القيادة وأحترم الرئيس السيسي وأحبه وأقدره وأثمن جهده الضخم جدا، وبقول يا رب الحكومة تكون بذات الوزراء بذات الحماس والرؤية، لأنه تنمية الصعيد أنا شايف فيها أمن قومي، وشايف فيها إنها تفتح فرص عمل، الهجرة الداخلية اللي هو الناس كلها بتدور على شغل، زي القاهرة كل ده يختفي، نقوم نفك القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة اللي الصين داخلة فيها. وبالمناسبة الصين إحنا هنعرض عليهم النهار أو بكرة وزير الزراعة المصري 250 ألف فدان من المليون مشروع المليون ونص فدان حتى نستفيد بالتكنولوجيا الصيني في الزراعة. لكن عودة للنقطة اللي حضرتك قلتيها، لأنها نقطة العامل المصري، إذا قلنا العامل المصري مقارنة بالأسيوي، ودي شفناها في الخليج بعينينا، اللي هو البنغلاديشي أو السريلانكي أو الباكستاني، لا توجد مقارنة، المصري أفضل كثيرا، لأن حتى الآخر لما تعلميه أنا آسف يعني هو غير قابل للتعليم، يعني شفناه بعينينا، ومش بظلم حد، لا العمل المصري لا يقارن، احنا عندنا العيب في الالتزام، هو بس التاني آلة انك تحطيه هنا 10 ساعات لا بيعتذر ولا بيغيب ولا حاجة، لكن ما بيبتكرش. لكن في شركات، انا طبعا لا اريد ان اروج لعلامة معينة، لكن في مثلا عربيات فاخرة شركة عالمية في مصر وقالت لا احنا اتفاجئنا اكتر من شركة. لا انا كنت اتحدث للأمانة عن فكرة الى اي مدى هو يعني مؤهل، ومسألة الأجر يعني مؤهل، لأنه هو لما ما يبقاش مؤهل هو مظلوم، هو يعني لا أتحدث عن أنه هو صاحب اختيار في كده، لكن يعني بس تعقيبا على فكرة الاختيار، دايما يتقال أنه طالب المصري في الخارج أو العامل المصري حتى عنده القدرة على أنه لو تعطلت ماكينة أو حاجة بالشطارة والفهلوة المصرية بتاعتنا يضبط مش عارف إيه ويربط إيه ويسندها بإيه فتشتغل، بينما حتى الأوروبي أحيانا يقال لا اتس أوف اتس أوف، هتقولها بقى حد يصلح. هو بيبتكر، أجره مش عالي قوي، لكن لما قارنوا بقى الحقيقة بالنهاردة تحديد، عشان كده أنا فصلت بين الأسيويين وبين الصين تحديد، بينه وبين الصيني لا، الكفة أرجح للصينيين طبعا، لأنه العامل الصيني منضبط جدا، أجر قليل لا ومنضبط وسريع التعلم، بس سريع، هو متخصص على فكرة. اللي طلع الصين هي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، احنا دايما ماسكين نقول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا انا اللي يحل ازمة مصر الصغيرة ومتناهية الصغر، لان المشروعات متناهية الصغر دي واحد في بيته في 3 متر في 3 متر يقدر يعمل حاجة، هم بارعين في دي، ورخاص المكونات القلم الرصاص، يعمل حاجة هو مش عارف دي ايه، بيعدي عليهم واحد ياخد منهم الحاجات دي ويروح يسلمها لمصنع اكبر وهكذا. في دي ما نقدرش نقارن العامل المصري بالعامل الصيني. انا هرجع للنقطة دي يا استاذ ضياء، بس التقط الخيط من فكرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفكرة التجربة الصينية في مسألة التنمية، اللي هي استطاعت أن تحول فكرة الكثافة السكانية الرهيبة، وإحنا بنتكلم عن هذا العدد من المليارات، لطاقة منتجة، وده يعتمد بالأساس على هذه التجربة المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يعني هناك توجه في الصين منذ فترة طويلة إلى تحويل الصين من دولة زراعية تقوم على الزراعة والرعي إلى دولة صناعية كبرى، استخدمت استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة في البداية لتنتقل إلى ما وصلت إليه الآن. أعتقد أنه في يعني قبل عام 79 عندما بدأت الصين الانفتاح على العالم من خلال دينج تشاوبينج، كانت الصين وضع الصين أكثر سوءا من وضع مصر حاليا، وكان الوضع سواء الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي كان أكثر سوءا، وكان هناك أكثر من مليار مواطن تحت خط الفقر. في السنوات العشر الأخيرة الصين كل عام 40 مليون مواطن صيني ينتقلون من تحت خط الفقر إلى فوق خط الفقر. هل صحيح انه احنا لو بنتكلم على إحصاء خلال السنوات القليلة الماضية بنتكلم على انه
هم 40 ولا 400 مليون اجمالا تخطوا خط الفقر في الصين؟ يعني 40 مليون سنويا لمده 10 سنوات حتى وصل الامر الى 400 مليون. حتى وصل الى 400 مليون فعلا. وبالتالي هنتكلم على ارقام يعني تستحق التوقف. نحن نتحدث عن ملايين من البشر كانوا تحت خط الفقر. نتحدث عن دوله استطاعت خلال 10 سنوات ان تنتشل 400 مليون مواطن ليرتفعوا فوق خط الفقر. يعني احيانا الارقام تمر مرور الكرام كده بس بيكون لازم نتوقف عندها. طبعا يعني اعتقد ان ما يمكن او ما يجب ان تحرص عليه القياده المصريه هي الاستفاده من التجربه الصينيه، الاستفاده من الدرس الصيني في التحول الاقتصادي وفي التحول الاجتماعي والتغير الاجتماعي الذي احدثته في سلوكيات المواطنين اولا، في مستوى المعيشة ثانيا. يعني الصين الآن لديهم الآن مبدأ العيش الرغيد وهو التحول من المتوسط المعيشة إلى الثراء. هذا المبدأ هو مبدأ العيش الرغيد أصبح هو المبدأ السائد الآن في الصين. ده اختيار المواطن والمجتمع على اعتبار أنه المستوى الاقتصادي اختلف، ولا ده توجه من الحكومة والدولة؟ هذا توجه من الدولة ومن الحكومة يسانده دعم الشعبي نظرا للتحول الكبير الذي أصبحت عليه الصين اقتصاديا، ونظرا للرؤية الصينية أو التوجه الصيني بأن يكون لها مكان بارز في العالم. الصين الآن ترفض أن تكون دولة بحجمها سياسيا واقتصاديا وتاريخيا ويكون مستوى المعيشة فيها منخفض بهذا الحد. في الصين يتم إزالة مدن بالكامل ويتم إعادة بنائها من جديد. يعني في عام 2008 قبل أولمبياد بكين تم إزالة أكثر من نصف بكين بالكامل وتم إعادة بنائها من جديد لاستضافة الأولمبياد. ونفس الشيء بالنسبة لكثير من المقاطعات في الصين. لذلك فإن أعتقد أن أفضل ما يجب أن نستفيده من الصين هو التعلم من التجربة الصينية وكيفية نقلها إلى مصر، وهذا ليس ببعيد عنه. هو يمكن أتوقف هنا بصفة شخصية عند كلام حضرتك عن هذه الرفاهة اللي يتوجه إليها المجتمع الصيني، أنه كنت من عامين تقريبا ضمن وفد دبلوماسية شعبية وتوجهنا للصين، يمكن كان من اللافت للنظر حتى على المستوى الشخصي هي فكرة الصين الدولة الشيوعية. ده الفكرة اللي عندنا في مصر، ولكن هذه البراند نيمز اللي موجودة وموجودة وانت ماشي في البلد، يعني توكيلات تجارية لأرقى الماركات العالمية، يعني حتى في زي الناس الفكرة التقليدية المتعارف عليها عن الدول الشيوعية، حتى ينطلي هذا حتى على روسيا. يعني واحد بقى بيشوف لما كنت هناك حتى كم العربيات الفاخرة الموجودة هناك، لا الأمر اختلف. يعني حضرتك لو شفت صور الزعيم رحمه الله عبد الناصر مع شوان لي أو مع دينج تشاو، يعني الصور تجد فرق كبير جدا ما بين جمال عبد الناصر بأناقته ورئيس الوزراء او الزعيم الصيني ببدلته الشيوعيه التقليديه الشهيره. اذا وضحت هذه الصوره مع الرئيس مع صوره الرئيس الصيني حاليا ستجد فارق كبير يعبر عن الفارق ما بين الصين في الستينات والسبعينات والصين حاليا. لذلك انا اعتقد ان مأساة مصر انها كانت لا تتعلم من الاخرين. يعني مأساة مصر انها ارتمت في حضن الجانب الولايات المتحده الامريكيه وأدركت أن بقائها الآن كما هي هو البقاء الأمثل، أو يعني لم تتحرك، لم تسعى إلى التغيير إلى التطوير على كل الأحوال. يعني يبقى الأمر هي فكرة القدرة على التعلم من الأخطاء وسرعة هذه القدرة، يعني دي اللي بتعمل الاختلافات. أنا عايز أقول بس مثل أن التحول الصيني بدأ بزيارة من الزعيم الصيني دينج تشاوبينج في عام 78 في سبتمبر عام 78 إلى سنغافورة. كان وهو يتجه إلى سنغافورة كان يعتقد أنه يتجه إلى دولة من العالم الثالث، لأن الصين قبلها أمضت 10 سنوات من العزلة الاختيارية في أعقاب الثورة الثقافية الصينية. وعندما ذهب إلى سنغافورة حدثت له صدمة حضارية من هول ما شاهده من تغير أذهله، لدرجة أنه أصابه شعر بالإهانة الوطنية أن دولة مثل سنغافورة أين نحن من سنغافورة دولة صغيرة مثل سنغافورة. حتى أن رئيس وزراء سنغافورة في ذلك الوقت لاحظ عليه هذه الدهشة فقال له أنكم تستطيعون أكثر من ذلك، لأن السنغافوريين هم أصلا صينيون
في الاساس، لان 90% من الشعب السنغافوري هم صينيون في الاساس. وعاد الى بكين وهو يضع في راسه انه لابد من التغيير، واطلق شعاره الشهير: ليس المهم ان يكون القط ابيض او اسود، المهم ان يكون يستطيع ان يصطاد الفئران بكفاءه. الحقيقة مقولة تستحق التوقف عندها. أحيانا الجمل والعبارات البسيطة تحمل الكثير من العمق ومن الدروس. هستفيد بس من يعني ارتباط حضرتك المباشر بالمجتمع الصيني، وأنا يمكن بحاول في هذه الزاوية أن ننقل ما هو غير رسمي في الأرقام أو سياسة أو ما هو مجتمعي. فكرة التضييق الصيني على الانترنت وعلى تويتر وعلى فيسبوك وعلى، ونحن أصبحنا في مجال مفتوح دوليا، يعني أنا لما كنت موجودة في الصين ما فيش فيسبوك ما فيش تويتر. الشباب الصيني يعني كيف يستطيع أن يتعامل مع هذا وإحنا في عالم مفتوح؟ بمعنى أنه هل هناك يعني غضب من هذه النقطة؟ هل هناك تحايلات زي ما بنعمل احنا عندنا احيانا البروكسي نتصرف عليها ازاي وكده؟ هذا الشق المرتبط بالحريات في التكنولوجيا تحديدا. يعني هناك امرين بالنسبة للتكنولوجيا بالذات. الامر الاول ان الصين يعني اوجدت بديل للفيسبوك، شبكة التواصل الاجتماعي الداخلية الصينية كيوكو. وهي شبكة التواصل الاجتماعي بين الصينيين. بس يعني بتفرغ نوعا ما هذه الوسائل من فكرة التواصل الخارجي. الأمر الثاني أن هناك كثير من الصينيين يتحايلون على هذا الأمر بالدخول على مواقع الفيسبوك بطرق تكنولوجية بالتحايل. وكثير من الصينيين يعني هناك بعض الزملاء المصريين الذين يعملون في بكين يتواصلون معي عبر الفيسبوك لدقائق محدودة، ثم يعني يقطع الاتصال خوفا من أن يتم التقاط هذا الاتصال، وبالتالي فهناك نوع من التحايل على مثل هذا التضييق. هيبلغوا عنهم بقى دلوقتي بعد كلام حضرتك. طيب نعود مرة أخرى للغة الأرقام والاقتصاد، ويمكن كنا بنتكلم على محور قناة السويس وعلى العاصمة الإدارية الجديدة وعلى التواجد الصيني يعني في هذين القطاعين. الحقيقة أنا هنا مهتمة أتكلم أو أوسع النطاق ليس فقط الصيني، وأعود لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. والسبب هو فكرة يعني استفادة مصر أو طرح مصر لنفسها كدولة لديها هذه الإمكانيات الاقتصادية. أنا بصفة شخصية كان فارق معايا في هذا التوقيت فكرة يعني أتمنى أن المشاهد يتذكر الظروف السياسية وظروف الإرهاب اللي كانت محيطة بينا في هذا التوقيت اللي كانت في أوجها، وفكرة أنه يكون الحرص على أني لا أطلب بصورة أساسية في هذا المؤتمر تحديدا لا معونات ولا غيرها، ولكن أطرح نفسي بما هو موجود لدي، ويبدأ هذا التقدم الدولي. فاكرين الاتفاقيات مع سيمنز وغيرها. وهنا بقى فيما يتعلق بالشق الصيني تحديدا بيتحدث عن الاستفادة من هذا المحور في قناة السويس، القيمة المضافة اللي تبقى موجودة على خامات أولية والعاصمة الإدارية. هو الحقيقة هيطرح على الصين مشاركتها في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية اللي تستغرق حوالي سنتين من دلوقتي كمرحلة أولى. العاصمة الإدارية ضخمة بتحوي حوالي 14 وزارة ومجمع لرئاسة الوزراء وقاعة مؤتمرات ضخمة وعاصمة إدارية حقيقية لنقل الوزارات من وسط المدينة بكل ما قيل خلال 20 سنة من أنه يا جماعة لابد أن تنقل، ولم يجرؤ أحد على الحركة أو ما ادهاش أي اهتمام. فهو هم موجودين في شمال الغرب مشروع قناة السويس، وكانوا في المرحلة الأولى وهيخشوا المرحلة الثانية. موجودين في 250 ألف فدان اللي هتعرض عليهم ضمن 1.5 مليون فدان. موجودين في مشروع إنتاج 130 عربة قطار بتكلفة 1.5 مليار دولار في هذه الزيارة. موجودين في إنشاء القطار الكهربائي لنقل الركاب بين مدينة السلام والعاشر من رمضان، ده مشروع هيبقى قابل للتنفيذ بعد الزيارة مباشرة، يعني من المنتظر أن يوقع. ومشروع آخر للقطار لنقل البضائع بين بلبيس والروبيكي. في مشروعات تكنولوجية معاهم، في 3 مشروعات زراعية ضخمة موجودة. بس في حتة مهمة قوي مش عايزين نغفلها، قد تكون هي كلمة السر في
التجربة الصينية واللي احنا محتاجينها جدا وبشدة، وهي الرهان على الثروة البشرية. وعلى فكرة أنا لي أكتر من 20 سنة خبير موارد بشرية، وتم نقل الفكرة من كلمة موارد بشرية عالميا لثروة بشرية. وإحنا مشكلتنا في الناس، فعشان كده أنا قلت لوزير الثقافة الدكتور حلمي النمنم أنه أرجو منك، وأنا أعلم التحديات التي تواجهك ليل نهار، أن أنت تهتم بالثقافة المصرية، لأن بناء الإنسان المصري الأول، وبعدين هو يبني الحضارة ويبني المدن الجديدة ويبني الزراعة. لكن طول ما أنا باخد الأمور من على الوش، ان انا بجيب مشروعات، لن تحل المشكلة، لان اللي بيبني نفسه ما زال غير مؤهل لهذا البناء. نتخلص من نسبة الامية الضخمة جدا اللي اقتربت من 45%، وده عدد ضخم جدا. نتخلص من الامية التكنولوجية، وبعد كده هنقدر نمارس حياتنا الديمقراطية حتى بكفاءة، لانه يعني شخص غير مؤهل لقرارات كتيرة دي خطر جدا، قنبلة موقوتة عليه وعلينا. كل اللي قلناه كله يلخصه الاهتمام بالثروة البشرية المصرية وبتأهيلها وبتعليمها، التعليم الجديدة، عشان ما تبقاش القضية هي كلها المطالب والفيسبوك يعني هو الصين قيمة العمل عنده أعلى بكتير من قيمة الرفاهية، وهو ده اللي بناه، وهو اهتمامه بقيمة العمل. ودي يعني نقطة لابد أن نركز فيها في المرحلة الحالية، الاهتمام بقيمة العمل. صحيح. الاهتمام بإدارة الوقت، التايم مانجمنت. لكن عندنا إحصائيات بتقول أن الموظف المصري بيشتغل ما بين 28 ل 30. أنا آسف، وواحد يمضي الواحد، وبعدين عندنا نوع من الخداع النفسي والكذب على النفس بشكل غير طبيعي. لأنه هذا الشخص بالليل على القهوة أو في الفيسبوك بيشتكي من ظلم الدولة ليه، وما بصش ان هو لا يؤدي عمل، لان هو مش مدرك ان هو يعني لو ما خلصش الورقة دي ان ده بيأثر في المجتمع. لا، انت بتأثر، اشتغل شغل. وانا هرجع اقول لحضرتك تاني، اذا وجدت ثقافة الثواب والعقاب، والحقيقة الثواب لا تقل أهمية على العقاب، لأنه أحيانا نحن بنركز على فكرة طيب اعمل خصومات، طيب ماشي مين، طب مش عارف إيه، كمان من يحسن عليه أو من حقه أن يكافئ. يعني إحنا دايما ما عندناش ده، إحنا بنقول حوافز استثمار وحوافز للسياحة، وأيضا يعني ده في قوانين العمل في العالم كله. أنا بس هرجع لكلام حضرتك على المشاركة الصينية في المشروعات، سواء المرتبطة بالعاصمة الإدارية أو محور قناة السويس، يمكن حتى في مشاركة في المشروعات الفضائية، في إقامة لمركز تجميع الأقمار الصناعية في مصر، هو جاهز بالفعل بمنحة صينية وباتفاق ما بين البلدين للمشاركة في تصنيع القمر الصناعي المصري مصر سات 2، وده هيكون أيضا بتمويل صيني. بس أنا عايز المشاهد يفهم، لما نقول كل هذه المشروعات وقطاعات زراعية، وحتى في قطاع التعليم يمكن الحديث عن المنح بيبقى مفهوم للمواطن، المواطن اللي بيبقى قاعد في البيت يقول طول النهار قاعدين بتتكلموا عن مليارات المليارات، وعن توقيع اتفاقيات، وعن مشاركة من الدولة الفلانية في، أنا هيعود عليا ده بإيه؟ يعني إضافة لهذه المشروعات، لو بنتكلم على محور قناة السويس، وكنا بنتكلم على مصانع تركز على فكرة القيمة المضافة للمواد الخام، وأن دي هتوفر عمالة أو فرص عمل للمواطنين المصريين، بالإضافة لهذا إيه اللي هيعود على المواطن المصري؟ لا، هيعود الكثير، بس هو الحقيقة عادة يعني هو محدش عنده طبعا صبر لظروف خارجة عن إرادتنا كلنا. يعني الحقيقة من يعمل من المسؤولين لديه قدر من العذر، والمواطن لديه كثير من العذر. يعني عشان هو مر بحاجات كتير بس هو غير مدرك. يعني لكن 5 سنين الدولة، أو ما أكتر من 3-4 سنين والدولة كانت في مرحلة صعبة، وقبليها كان في 10 سنين من الثبات، ما فيش أي أنشطة حقيقية وتوزيع غير عادل للثروة، ده لازم نعترف به. لكن برضو حضرتك لازم نعرف أنه يجب أن احنا بنزرع الأول وبعدين بنحصد. ممكن بقى الناس طبعا يقولك إيه، ما أنت قاعد بقى في الغرفة المكيفة ولابس بدلة وجرافطة وما أنتش حاسس باللي احنا فيه. هي لا، هي ملهاش حل تاني. يعني هي ملهاش حل تاني، ونغير برضو بعض السلوكيات. يعني احنا حضرتك بن 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 بنشرب سجاير ب 2 مليار مثلا في السنة، 2 مليار دولار، مش جنيه. ودي يعني ما برضو الموبايلات اللي يعني لو رشدنا سلوكنا. يعني على فكرة كنت السفير الكوري هنا، كانوا بيتبرعوا بشعرهم
لانه ما لقوش اي حاجه يعملوها، بس لقوا ان هم ممكن يصدروا باروكات شعر لبره. فايه الحاجه الوحيده؟ ان شعرهم ناعم لدرجه انها مشهوره جدا في كوريا، اللي هي كوريا النهارده هيونداي، وكوريا النهارده الصناعه المتقدمه في كل حته. كوريا القويه دي لا، هي كانت بيتبرعوا بشعرهم لان ما عندهمش حاجه يعملوها، وقفوا جنب البلد ووقفوا وتعبوا وبعدين بنوها. يعني قصه او يعني النموذج الياباني المشهور جدا، لما يعني وصلوا لمعدلات الانتاج المطلوبه فابتدوا يخفضوا ساعات العمل او يعطوا ايام اجازه، الناس يعني اعترضت ورفضت الامتثال لهذا، واحنا عايزين نشتغل. يعني عايز اقول انه هناخد، بس كل واحد يسال انا اديت ايه وبعدين هاخد ايه. يعني هي ارتباط الحقوق بالواجبات، وكمان ارتباط الكفاءه. يعني انا قابلت حضرتك موظف ما وزعلان يتبرم من انه اجره 2000 جنيه، ده حدث بالفعل يعني. فقلت له طيب انت بتعرف انجليزي؟ قال لي لا. طب بتعرف كمبيوتر؟ لا. طيب بتعرف عربي كويس يعني تكتب صياغه؟ لا. طب يعني قال لي لا على حوالي 20 مهار، وبعدين هو زعلان انه راتبه 2000 جنيه. ما هو برضو عايزين نكون منطقيين. يعني الناس عايزه بسرعه انها تجد اشياء كثيره. انت عارفه حضرتك ان احنا من اكتر دول العالم عندها اجازات. اولا بقى عندنا دلوقتي في اشكاليه جديده، يعني هي الجمع بين الاجازات المتعاقبه. بقى عندنا 23 يوليو بقى اجازه، و25 يناير بقى اجازه عشان الثوره، و30 6 اجازه عشان الثوره الثالثه، وعندنا شم النسيم، وعندنا العيد الصغير والعيد الكبير، وعندنا رمضان تقليل ساعات العمل. حضرتك حاجه يعني انا حتى موافقه ان احنا نلتزم بهذه الاجازات الرسميه اذا جاز التعبير، بس ما تبقاش الاجازه يوم الاثنين فالناس تاخد من يوم الخميس وتقول لك حط عليهم الجمعه والسبت. بالظبط. ده طلعونا اكسبريشن بريدج. يعني فاحنا لو اشتغلنا بجديه حقيقيه وكنا امنا مع نفسنا مش مع الاخرين بس، وتعلمنا من اخطائنا وتعلمنا من التجارب الاخرى، بس يا ريت نتعلم من اخطائنا كمان جوه. انا اعتقد ان مصر مؤهله تروح مكان رائع، وباذن الله هتروحوا في ظل كل اللي انا شايفه من طيب حركه. في السياق الرسمي فقط مشاهدينا، ونحن ننهي هذه الزاويه، نطل على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجله الصين اليوم. مصر قياده وحكومه وشعبا ترحب بالرئيس الصيني. مصر تعتز بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وتتطلع لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. الطفرة الاقتصادية التي تحققها الصين وما تقدمه من نموذج للتوظيف الأمثل للقوة البشرية شيء يستحق الإشادة. مصر تساهم في تعزيز مبادرة الرئيس الصيني بإعادة إحياء طريق الحرير من خلال قناة السويس التي تربط الشرق بالغرب. مصر الجديدة تتيح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الكبرى التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة. مصر ترحب على المستويين الرسمي والشعبي بالاستثمارات الصينية وتشجعها، وستظل مصر تعمل بإخلاص مع الصين من أجل تحقيق المصلحة المشتركة والتنمية المرجوة للإسهام في تحقيق الخير والتقدم للبشرية بأسرها. يبقى ختام هذه الزاوية مشاهدينا الكرام أن مرة أخرى الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ولكن تبقى السياسة هي فن الممكن، ونحن نقيم هكذا زيارة من المهم أن نضعها في السياق الأوسع للسياسة المصرية. كيف نستطيع أو على الأقل نحاول أن نحول الممكن لاستفادة أكبر، قيمة مضافة بلغة الاقتصاد، إتاحة فرص استثمارية، استفادة من علاقات سياسية متميزة، والأهم الذي تحدثنا عنه في هذه الطاولة هو الخطوة الثانية التي تتلو الخطوة الأولى، التي في كثير من الأحيان ما تكون خطوة شديدة التميز. ولكن ماذا بعد؟ ربما من المبكر أن نتحدث عن الوصول إلى القمة، ولكن تحقيق أي إنجاز ربما يكون سهلا، ولكن المحافظة عليه والبناء عليه هو الأهم وهو الأبقى عندما نتحدث عن تاريخ الشعوب. كل الشكر لضيوفي في الاستوديو، الأستاذ عماد الأزرق الكاتب الصحفي بوكالة الأنباء الصينية شرفتنا، والأستاذ ضياء حلمي الأمين العام وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية الصينية شرفتنا أستاذ ضياء. ومشاهدينا، نحاول أن نكون من خلال هذه الزاوية قد قمنا بالإطلال على كافة زوايا هذه العلاقة المصرية الصينية التي تحتفل 60 عاما على بدئها. كنت معكم ريم وجدي، طابت أوقاتكم.